يا الله يا كريم. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ عبد الخالق، أخ قيس، الإخوة والأخوات اللي راكم موجودين في الجزائر والإخوة اللي موجودين في الخارج، نحن في حوار مباشر على صفحة المصالح الجزائرية اليوم 29 ديسمبر 2018، الساعة الآن 8:06 بالتوقيت نتاع الجزائر مساء. والسؤال اللي مطروح، شكون هو المسؤول عن الأوضاع المتردية في الجزائر وما الذي يجب فعله؟ أخ سمير وعليكم السلام، أخ الأخضر، أخ حسين، أتمنى إذا كان فيه إخوة يحبوا يشاركوا معنا في هذا النقاش، مرحبا بكم معنا. نبدأ بخونا هذا محمد دحو. وعليكم السلام الأخ تكوك، أخ بن سالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. يلا أخونا لاباس. الحمد لله، الله يبارك فيك. الحمد الأخ محمد الله يبارك دحوم فيك. راك تكلم فينا. جيستومو راني نكلم فيك من غينيزان. مرحبا بك الأخ محمد. الله يسلمك. فريمون العنوان تاع اللايف هذا شدني، وانا زعما سيرار وين انترفوني هكا اون لايف بالتام اللي راك طرحه اليوم. نعم. وي بون، بدون اطاله ندخل في المداخله تاعي. انا بالنسبه لي المسؤول على الاوضاع المترديه في البلاد سي ماهيش بون الحكومه وحدها وماهوش الشعب وحده، كل واحد مسؤول. نعم. بار اكزومبل بون، من جهه الشعب دوك حنا نشوفوا الاشياء اللي يهتم بها الشعب. بار اكزومبل كيما حنا نقول لا بروبريتي في لي كارتي، فوالا نظافة. فوالا لا بروبريتي تاع لي كارتي، لو ريسبي تاع الجار، الصوالح اللي تاع حياتنا اليوميه. حنا النظام مثلا نعم. وي كي تروح لكاش اداره ولا بار اكزومبل واحد يريسبكتي التور تاعه، يريسبكتي لاشين تاعه. حنا نقولوا في سيركيلاسيون هكا، واحد يكون يسوق في اللوطو تاعه يفوت عليه واحد بار اكزومبل سون فير اتونسيون فو جاست، ولا يبدا يعاير يبدا يطيح. هاد لي شوز سامبل، هادو اللي مهتم بهم الشعب. بار اكزومبل واحد ما يريسبكتيش كود دو لا روت، هنايا الحكومه اش دخلها، الدوله اش دخلها، دوك هو ما احترمش. نعم. فوالا هادو ولكن لي في شوز هذه اللي النقطة بالذات الأخ وي محمد، في هذه وي النقطة بالذات لما تشوف أنت مثلا، صحيح الكلام اللي راك تقول فيه هو أنه مثلا اه واحد راه كاين قانون تاع المرور، راه دايرته السلطات، دايروا هذا النظام جيست ان هذا. اكزومبل برك، يا بوكو دي اكزومبل. لا لا نعم، ماني معك. ثم أنت لما تقول لي باللي المواطن هو راه ما يحترمش هذيك القوانين، تسمى المسؤوليه نتاعو، معاك في هذا الجانب. ولكن لما تشوف انت مثلا المواطن قال مثلا هو ما يحترمش هذيك التعاليم، هذيك تاع المرور، ومن بعد ربما يجي له شرطي ويطبق عليه القانون، والشرطي هذاك راه يخدم في خدمته ويطبق عليه القانون، ينحي له مثلا رخصه السياقه، ويروح هو يدفع رشوه، او ربما يعرف واحد بالهاتف يرجع له فوالا بلا رخصة فوالا السياقة. المسؤول هنا شكون؟ فوالا هنا كي تخليني نكمل لك باريطاب غادي تفهم وين غادي نوصل.
هاي والله بون، هذه قلت لك المسؤوليه تاع الشعب. بون المسؤوليه الثانيه تاع الحكومه تاع الدوله، فوالا هكا في الادارات، ولا في بار اكزومبل خدام في الاداره ما احترمش مواطن ولا زعف عليه ولا عرق له دوسي تاعه ولا عرق له كواعط ولا حاجه، ولا الاخطاء الاداريه، ولا كان مسؤول خدام مثلا في كاش اداره، سواء يكون مسؤول ولا موظف عادي، يدير غلطه ولا يدير حاجه كبيره، كي ما كاش لا عقاب، لو نون بينيسيون ما كاش. واحد في الاداره كي يخطا ماهوش يتحاسب، ماهوش يتعاقب، فهمتني؟ نعم في اي سوا في اي اداره، كيما كان صار في ولايه ولا لا ميري ولا لا بوست ولا حاجه، ولا حنا دي فوا رانا نشوفوها طوالع خدام يعاير موظف، صح؟ دو بون، لو كان الشعبي هذاك يعاير الموظف، راه كاين قانون يحمي الموظف أثناء تأدية مهامه، فماذا نعم لو كان العكس؟ وراه القانون اللي يحمي الشعبي من الموظف يهينه، ولا نجي أنا نخدم مثلا خدمتي، ولا نجي ندير دوسي ولا حاجة، هذاك الخدام اللي متكلف بالصوالح تاعي ما كاش، ماهوش تما، راح يدير قهوة على 9:30 ولا 10. هنا شكون يحميني أنا كمواطن هنايا؟ هذا الموظف هذا علاه ما يتعاقبش؟ علاه ما يتحاسبش؟ بون، المسؤول تاعه يفوت ما يلقاش تما، نورمال ما يحوسش عليه. إذن الشيء ونروح اللي فهمته من دروك خلال نوصل الكلام للنقطة، تاعك الأخ محمد هو أن اسمح لي المسؤولية نوصل على للنقطة، الجميع. نوصل للنقطة اللي كنت باغي نوصل لها قبيلة. كنت قلت لي بار اكزومبل كيما تاع بيرمي، هنا البوليس يخدم خدمته، الاخر يروح يديه. هذاك الرجل اللي خدام عند الدولة ولا خدام عند الحكومة، هذا ماهوش جاي من الفضاء، هذا شعبي منا وفينا كيما نقولوا. النقطة المحورية هنا هي الضمير. القانون ما يربيش، الردع ما يربيش، الضمير هو اللي يربي. انا نعم كموظف نخدم عند شكرا الدولة، للأخ مسؤول. محمد، نمر الإخوة اسمح لي آخرين، برك راه كاين إخوة برك آخرين، برك دقيقة، لا برك ما نطولوش، اسمح لي شوف نزيد نحاول دقيقتي هو في أن الحكم، نعطيكم كل واحد سيل نعطيله بوكلي، خمس كل دقائق واحد دو على سي جال باش بيرون يدير سواء يكون المداخلة موظف. نتاعو. برك نعم نص دقيقة، نص دقيقة برك، تفضل. سواء يكون موظف ماذا به مرة على مرة كوتيديانمون، ولا يدير ريفيزيون لروحه، اسكو اليوم خدمت نيشان، اسكو اليوم ظلمت ناس، اسكو اليوم درت هذه، اسكو ما درت هذه، شو توجور هذه الريفيزيون، توجور هذه الريفيزيون، الضمير يبدا يحيا، وكل واحد يبدا يخدم في المسؤوليه تاعه، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بالضمير، الضمير هو اللي يربي نعم الانسان. شكرا شكرا على الاطاله، للأخ وعفوا على محمد الاطاله من بالنسبه لي، بارك غليزان. الله فيك. نمر الواحد من الإخوة الآخرين، الأخ أسامة. المهم الإخوة والأخوات اللي راكم تتبعوا في البث المباشر، كاين بعض الناس اللي هما مكلفين بمهمة يجيوا سواء يكتبوا تعاليق مسيئة لشخصي أو مرات ينشروا روابط، هذا الناس ما تردوش عليهم، هذا الناس هما الهدف نتاعهم، هما على جال باش هما يصبطيو الحوار، ما تردوش عليهم، خلوني معاهم، انا راني نعرف هذا الناس ونعرف الاساليب نتاعهم، ما تردوش عليهم نهائيا لما يحين الوقت ان شاء الله. هذا الناس ما تردوش عليهم من فضلكم، ما تردوا عليهم ولا تضغطوا على الروابط اللي يحطوها، ما عنديش الوقت انا على جال باش هما نكون انا نبقى نتبع فيهم، وكل مره لما يكتب واحد تعليق مسيء هو انه انا نبلوكيه، نبقى لانه هو الهدف تاعهم هو هذا، خلي عليهم يكتبوا واش يحبوا، من بعد النهايه نتاع الحوار راني نتولى بهم. اذا الاخوه والاخوات نحن في حوار مباشر، والسؤال اللي راهو يطرح روحه، من هو المسؤول على الاوضاع المترديه؟ لما نقولوا الاوضاع نحن لا نقصد فقط الأوضاع الاجتماعية، أوضاع اجتماعية، الأوضاع الاقتصادية، السياسية، الأخلاقية، من كل النواحي، شكون هو المسؤول؟ درك مثلا الدستور، شكون هو المسؤول على التلاعب بالدستور كل مرة؟ كلش يعني موضوع مفتوح، شكون هو المسؤول؟ حد المسؤوليات سواء متعلقة بالمواطن ومتعلقة بالمسؤول، وش هو المطلوب منا كجزائريين؟ يعني ما الذي يجب فعله في هذه يعني الأثناء هذه، حتى باش احنا نمنعوا هذه الرداءة، نمنعوا هذا الفساد، نمنعوا هذه الرشوة، نمنعوا هذا التعدي على الحقوق نتاع الناس من كل النواحي. الأخ محمد بن عائشة، نحاولوا
اخ محمد بن عيشة، عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. اخ محمد بن عيشة، عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. في انتظار هو انك شمع التحقوا بنا اخوة اخرين. هناك مسؤوليات مختلفة. الإخوة اللي تحبوا ديروا مداخلات ما تكتبوليش تعليقات من فضلكم. واحد راهو كاين خاصية نتاع الإضافة، يطلب الإضافة حتى لما نشوفه أنا في القائمة نتاع الإضافة، من بعد أنا نطلعه. الاخ عطي لي هذاك، ما شحال من مره وانت تكتب لي تعليقات منذ ايام، انت الان تكتب لي تعليقات ولكن ماكش موجود. انت ربما راك بالهاتف بالكمبيوتر. هذه باش تطلع، راني شرحت شحال من مره، انا ما نقدرش دوك نبقى نعلم في الناس. راني شرحت شحال من مره، لما واحد باش يحب يطلع لازم يكون بالهاتف النقال ماشي بالكمبيوتر، لازم يكون بالهاتف النقال، ولازم يدير لابليكاسيون تاع الفيسبوك في الهاتف نتاعو، ماشي يدخل عن طريق الموقع، يدخل عن طريق لابليكاسيون. لما يدخل لازم في الهاتف نتاعو يكون مشغل هذيك الأزرار اللي موجودة في الهاتف نتاعو باش هو يقدر يدخل. إذا كان مش مشغلها ما يقدرش يدخل، وما تظهرلوش هذيك العلامة هذيك اللي هو من خلالها باش يطلب الإضافة. شوفوا هذا الأخ أحمد، رأيه انتظاره أنه يلتحق بنا الأخ أحمد. راني أضفتك الأخ أحمد قرايه. الإخوة أنا على المباشر، الإخوة اللي تتصلوا بي عن طريق الخاص أو عن طريق الهاتف ما نقدرش نرد عليكم من فضلكم. أنا على المباشر، ما تحرجوناش، الله يبارك فيكم. شكرا للأخ موسى. إيه ولكن أنا ثاني أيضا محتاج على جال باش نسمع آراء الناس، لما يكون واحد يتكلم فقط هو، ولو أنه الإنسان عنده مثلا مرات معطيات أو مثلا مرات يحلل بعض الأشياء، ولكن محتاج على جال باش نسمع الناس. أخ أحمد مرحبا بك. السلام عليكم، وش راكم يا أخ؟ وعليكم السلام، الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الأخ أحمد؟ من فرنسا. مرحبا بك الأخ أحمد، تفضل. عندي شوية مداخلات أخ على أحوال الجزائر. احنا متأسفين بزاف على البلاد، بزاف بزاف عليها وعلى أحوالها وعلى مستقبل البلاد. ولكن مشكل كبير، مشكل عويص على الجزائر في الساعة هذه، وخاصة الأعوام اللي جاية. راك معايا؟ نعم، من يسمع فيك؟ المشكل العويص هو أن الجزائر راح في خطر بزاف، المراي في خطر، في طريق ماشي مليح كاع. من حيث ماذا الأخ أحمد؟ من حيث اللي حاكمينها، المهم ما حبوش يحشموا، ما حبوش يسقموا ارواحهم، ما همش روحيين، ما همش وطنيين. نعم، ما المسؤولين. واكزاكتوم، نعم، وش هو عندهمش المطلوب؟ روح وطنيه، ما يحبوش، ما تسمع، ما يحبوا غير نفوسهم، يحبوا غير ارواحهم. نورمالمون مسؤول كبير من كبار دوله ان اكزومبل، نورمالمون يخمم في الشعب شويه، ما يخممش غير في روحه بصحته، راهم يخمموا غير على ارواحهم. ما بورتالهمش بالشعب، ما يحبوش البلاد. اكزاكتومون، تنسى المشكل. وش هو المطلوب الاخ احمد؟ المطلب ان شاء الله يسقموا رواحهم، يفهموا، يحشموا شويه، يقدروا البلاد هذيك. والله هم ما يحبوش، لما ما يحب، هما ما مش حابين، مش حابين بصح يحشموا، ما يحشموا شويه، ولا بزاف، ولا بزاف، طولوا ما يحبوش، 40 سنه ما يحبوش يحشموا.
اي والله راح والي ما واش المشكل ما حبوش بصح يحبوا اسمه يحبوا الماء يحبوها يدوها للواداك درانا نشوفوها فيها فهمت كيفاه ايه بصح واش هو المطلوب منا احنا دوك راه واحد مديها للواد احنا نخليوه يديها للواد واش هو المطلوب لا لا منا كجزائريين عجل باش احنا نمنعوه ما نخليوش احنا يديها للواد المطلب هنا الوعي الوعي الشعبي يتوعى بزاف يشوفوا كيش يديروا الحل ارواحهم وما اللي راهم مضرورين لا ما مضرورين شكون اللي راه مضرور الشعب هو مش مضرور هو سراق وعندهم شركات في البلاد عندهم شركات هنا وما برطلهمش بالبلاد ما همش فاهم كيف بصح انا بالنسبه لي هذو ما عندهمش روح وطنيه ماذا ما عندكش روح وطنيه ما تحبش البلاد خرج من الفم خليك من البلاد مالي علاش تسرق فيها سرقت سيدي روح شد طريقك وحول من البلاد واش دير ثم ها واش دير ثم ماذا ما تحبش البلاد اللي يحب البلاد يخدمها يخدمها ينطلع فيها هي قانوني تبقى قانون ما كان لا قانون لا والو حربوا كلش ما يستعرفوا بالقانون ما والو هادو داروا قانون تاعهم وحدهم هما طالبين لك العهده الخامسه واش من العهده الخامسه هذه تاعهم يا اخي واش من العهده الخامسه هذه هذا ديجا في روحه ذاتيا هذا الرئيس كي معليش هي العهده الخامسه راهم زعما داروا وقفوا والسيد كي يجي يقابلوه الرؤساء هما مو يجي يقابلوه الرؤساء ياك باش يسجل ويهضر ويكتب ماش راح يديروا هادو على هذيك الشيء حبوا يأجلوا الانتخابات على بالهم باللي ما يقدرش فهم كيفاه نعم الدول الاخرين ما تقدرش ما تستعرفش به باسكو ماهوش انسان صالح انسان ميت هذا هو المشكل ربي يجيب ان شاء الله ساعة الخير للبلاد اللهم آمين. شكرا للأخ علي أحمد ميرسي من فرنسا، نمر الكاش واحد من الإخوة الآخرين نشوفوا ترى هذا الأخ اللي يرمز للاسم نتاعو بهواري بومدين. الأخ عقبة ترمز الاسم نتاعك بعقبة قلت لي شعب واعي ولن يغامر بأمن البلاد ما دام هناك متآمرون من الزواف. الكلام نتاعك هذا مش دقيق الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بعقبة فهمت؟ كاين ناس من هذا النوع ولكن هذا الناس لا يمثلون أغلبية الشعب. أخ اللي ترمز للاسم نتاعك بومدين راني دخلتك ويبدو هو أنه عندك مشكلة. نشوفه مع الأخ هذا رشيد بو خليف. الكلام نتاعك مش دقيق الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بعقبة. أخ عبدو قلت آمين إن شاء الله. في انتظار هو أنه يلتحق بنا الأخ هذا راني أضفته. هذا أخ رشيد، آسف جدا الأخ رشيد راني طلعتك من بعد أنت رفضت المداخلة. شوفوا ترى مع الأخ هذا باهي. أخ باهي عندك مشكلة في الهاتف نتاعك. شوفوا مع الأخ أسامة هذا بالك العود يقدر يطلع هو فقط. السلام أخ أسامة عليكم. وعليكم السلام مرحبا بك الأخ أسامة الو، هاني نسمع فيك تفضل. اهلا استاذ منور، كيف حالكم؟ الله يبارك فيك، منين راك تكلم فينا الأخ أسامة؟ الو، معك استاذ، معك اسامه من سطيف. مرحبا بك أخويا ومرحبا بناس سطيف. الو راني نسمع فيك الأخ أسامة تفضل. الو الو استاذك، تسمع فيا؟ راني نسمع فيك جيدا تفضل. اسامه من سطيف. تفضل راني نسمع فيك. تكلم راني الو نسمع فيك تفضل. يا خويا استاذ والله غير عندي مداخله. المشكل اللي راهو الان في الجزائر مشكل عويص، مشكل المساله راهي جد. تكلم تفضل الوقت راهو يجري تفضل الأخ أسامة تكلم.
يبدو هو مر الإخوة آخرين، نزيد نعاود مرة أخرى الأخ رشيد، ولو أنه راني دخلتك قبيل، وأخ رشيد بوخليف، نزيد نعاود نعطيك فرصة واحدة أخرى، أتمنى هو أنه المرة هذه تطلع. الأخ اللي قلت لي قال معطوب للناس اللي ذاق قطعة نتاع اللحم نتاع حجلة ما يقنعش. صحيح صحيح الكلمة هذه، حنا نقولوا في المنطقة نتاعنا اللي ذاق البنة ما يتهنى. الأخ اللي قلت لي عندنا قارة وشعبها فقير، معاك اتفق معاك صحيح. في انتظار الدخول نتاع الأخ رشيد. المهم الإخوة والأخوات اللي التحقتوا بنا الآن، نحن على المباشر اليوم 29 ديسمبر 2018، والسؤال اللي راهو مطروح أسفل الأخ رشيد، راني جربت معك المرة الثانية، شوفوا مع الأخ هذا الزكي، نعطيه فرصة للإخوة اللي جدد. السؤال تاعنا هو شكون هو المسؤول على الأوضاع المتردية في الجزائر؟ يا هل ترى هو النظام؟ يا هل ترى الشعب؟ راني دخلتك الأخ الكريم، ولكن نزيد نعاود نجرب معك المرة الثانية، وإلا المر الإخوة آخرين. الأخ زكي. المهم الإخوة والأخوات من فضلكم ما تشوشوش علينا في الحوار، اللي راه مش عاجبه الحال راه كاينه صفحات موجودة وكثيرة، مرة على مرة يسألني واحد شكون انت؟ انا مواطن جزائري ابن قرية ابن دوار، صافا عجبكم الحال؟ انا ابن دوار ابن قرية، عندي صفحة في الفيسبوك، خلاص يكفيكم هذا. عاود نجرب معاك الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بهواري بومدين، أتمنى هو أنه المرة هذه تفوت. مرحبا بك. عاود تفضل الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك بومدين، نحن في الاستماع، تفضل. تفضل شغل الهاتف نتاعك وتفضل تكلم. شوفوا ترى هذا اللي يرمز للاسم نتاعو بلوسيوس، اتمنى هو انه تفوت. المهم ما عنديش الوقت انا باش نعلم الناس، اللي راهو فاهم ماذا بها الجلب باش يزيد يسهل لنا القضية ويحاول هو أنه يناقشنا. ماهيش المسألة تتطلب صعود المركبة الفضائية، فقط هاتف ادخل وادلي بالرأي نتاعك، مناش نقوله في حاجة كبيرة. أخ قال لك الجيش حاكمين الشوية والإدارة حاكمين القبائل، سمع معناتها باللي انت ما من الناس السلام المرحيين. عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة عليكم. الله، تفضلي الاسم ومن كيفاش راك راك؟ تكلمي فينا وتفضلي في الموضوع. الحمد لله. أنا توجور هذيك طفلة ذا شفيت عليا الأوضاع، نعم الأسباب شفتي قلتي الأوضاع لي اللي المرة حنا اللي فاتت. الشعب توجور كيدال نعم قلت لك شعب هو الشعب، السبب هو الشعب، الشعب المنافق، سمعتني؟ لا غير واعي، مش واعي، كلمة كبيرة هذه. يحب يرقد، سمعتني؟ ما يحبش كلمة صلاحه، كبيرة هذه. يختار يرقد، سمعتني؟ ما يحبش يقرأ، ما يحبش، شعب غير متربي، شعب ما كاش في سبور فيه، ما كاش.
انا ما شفتش الشعب كيما هو. واش هو الفرق بينك، واش هو الفرق بينك وبين الناس اللي كانوا هما يهجموا على الشعب الجزائري في القنوات الفضائية ايام ام درمان؟ تسمى راكي تقولي في نفس الكلام تاع الكلام هذا اللي راكي تقولي جي تاع الشعب مش متربي، شعب منافق، شعب احنا ما فنيان، مش شعب. واش هو متربيين. الفرق بينك وبين الناس اللي كانوا يقولوا فيه على ام درمان؟ احنا انا وكاع كاع هما ما عندناش ثقافة، والله ما عندنا ثقافة. واحد بار اسكو اكزومبل تقدري انتيا يدير يا هل ترى مظاهرة تقبلي باش يقول لك واحده انت منافقه وانت كذابه وانت صحيح فنيانه؟ عادي. ها نحب الصراحة، احنا منافقين، انا منافقة وهما منافقين كاع. لا بروف، سامحني برك، واحد الحاجة شفتها من قبل يقول لك بار اكزومبل الغيفايو حرام، وتلقى في طريق تونس راه مغلوق، ما يقدرش واحد يدخل من كثرة واحد النفاق فيه. ما كاش ما كاش فريمون، احنا منافقين بزاف. اي، ولكن الاخت الكريمه، ما مش هادو نفس الناس درك لما واحد راهو يقول لك مثلا باللي ريفيو حرام، ربما راهو هو يستند لفتوى، ربما يستند الى مرجع، ولكن مش هو نفس الشخص اللي راهو يروح اللي كيما راكي تقولي انت يروح لتونس يعقب هو الريفيون ثم، مش هو نفس الشخص. هاني انا عايش في فرنسا، عايش في فرنسا وراني حاكم في الاصاله نتاعي، حاكم في ديني، حاكم في طريقي، وما ما على بالي الا بالريفيون ولا بلانوال ولا بحاجه واحده اخرى. والناس راهم ثم في الجزائر ويروحوا يمروا واسمو ريفيون تاعهم كيما تقولي في تونس، ولو كان لقاو الطريق هما لفرنسا بالك مانيش عارف واش يديروا. فالقضيه تختلف من انسان لانسان، ما لازمش الانسان يتجمع يحط الناس كامل في ساك واحده. عادي، انا مانيش نسب عادي. انا جبتها يعني بصفه عاديه، كي قلت ما راناش متربيين، صحيح ما راناش متربيين عادي. لا بخوف، قلت لك ما عندناش النظافه، باسكو النظافه من الايمان. ما راناش من حتى ربما خانك التعبير، بل ربما كان حبيتي غير تقولي لي الاوضاع باللي تاعنا. راهم كاين تناقضات في المجتمع. معاك لما تقولي لي باللي كاين تناقضات في المجتمع، معاك، اتفق معاك، ربما خانك التعبير. الو، يبدو أن الاخت عندها خلل في الخط نتاعها. باش نبداو استاذ، نعم باش تفضلي نبداو، تفضلي. باش احنا نبداو نقرا التاريخ تاعنا. سمعتني؟ الانسان اللي ما عندوش تاريخ ما يكونش عنده مستقبل. احنا نبداو نحوسو من نحن، واش هي الهويه تاعنا. احنا نبدا بهذا الشيء، وعلاش كي انت ما على بالكش انت شكون؟ نبدا عنده ليدونتيتي تاعه راح هذا تبين واحد. الانسان اللي ما على بالوش، هذا الانسان اللي ما على بالوش شكون هو، هذا انسان ما عندوش الاصل، هذا ما عندوش والديه، مازال ما يعرفش والديه. اكزاكت، ما يكونش عنده المستقبل. لازم احنا الجزائريين بون نشجعوا على الهوية تاعنا، وهي الأمازيغية. لازم هذا الشيء، فهمتني؟ لا لونك تاعنا هي الأولى. أبري كي تحس انت أمازيغي يكون عندك واحد المقاومة تقاوم هد الدولة اللي تعدد فينا. تعرفي وش هي؟ تجرنا ممكن تديري لنا تعريف الهوية وش هي؟ ممكن تعطينا تعريف على الهوية وش هي باش نعرفه؟ الإنسان هي كلش. هو من هو إيه، الإنسان أعطينا اللي تعريف، أعطينا تعريف، أعطينا ديفينيسيون للهوية وش هي. إذا ما قدرتيش تكلمي هي بالعربية، الأصل. ربما عندك صعوبة ما تقدرش توصلي الأفكار تاعك بالعربية، تكلمي بالفرنسية. سمعت، نعم؟ هو الأصل الأوريجين تاع هذاك لا، الأصل. كي غلطة في التعريف تاعك. انا هيك فهمتها. لا، اللي راهو عطلك التعريف هذا راهو غالط. فهمت، كثير من الناس هم مش فاهمين هذا الموضوع تاع الهوية. الهوية هي مجموعة من عدة عناصر، فهمتي؟ كاينة مجموعة عناصر اللي هي تشكل الهوية، كاينة أشياء اللي هي غير قابلة للتطوير وغير قابلة للتحريف، تسمى تعتبر أصول.
وفهمتي، وكاينه اشياء اللي هي تتطور، كاينه اشياء اللي تقدر تدخل في الهويه، فهمتي؟ الهويه ماشي حاجه قال مثلا انا قبيلي وانتهى الامر، انا عربي وانتهى الامر. لا، الهويه هي مجموعه نتاع عناصر. نعطيك كمثال حتى باش نقرب لك الفكر، وباش نقرب الاخوه اللي راهم يتابعوا فينا الفكره. مثلا لا كارت ديدونتيتي، كارت ديدونتيتي واش مكتوب فيها؟ بطاقه نتاع الهويه. كاين فرق بين الهويه والهويه. الهويه قال مثلا بطاقه نتاع التعريف، واش مكتوب فيها؟ مكتوب فيها الاسم نتاعك، مكتوب فيها اللقب نتاعك، مكتوب فيها القامه نتاعك، الصوره نتاعك، كش ما كاين فيها علامات خصوصيه. لماذا؟ لانه هذيك البطاقه نتاع التعريف خاصه بك، هي الهويه نتاعك. ما يقدرش درك مثلا قال واحد اسمه قال مثلا زيد وعمر ويروح من بعد هو ياخذ هويه نتاع واحد اخر، ما ينجمش. كل واحد عنده الهويه نتاعو. الهويه نفس الشيء، هويه نفس الشيء، ولكن الهويه كاين فيه اشياء مشتركه. درك مثلا في الهويه، الهويه لما نقولوا مثلا زيد يسكن في ولايه نتاع بجايه، قال عمر يسكن في ولايه نتاع بجايه، قال محمد يسكن في ولايه بجايه، عمار الى غير ذلك، يونس، يوسف، الى غير ذلك. فهمتي؟ ماسينيسا، يغرطى، اي اسم. المهم راه هو من ولايه بجايه، بمعنى انه الولايه نتاع بجايه شيء مشترك. فهمتي؟ نعم. الهويه، الهويه نفس الشيء، كاين اشياء مشتركه. درك مثلا انتيا قبيليه، من المستحيل، من المستحيل باش واحد يجي هو ينحيلك قال اسمه نتاعك، الميلاد نتاعك، عندك امك جابتك انت وانتهى الامر. ما تقدرش انت تروحي تزيدي تعاودي تولدي من جديد. كاين اذا هذا شيء ثابت ما يقدرش يتغير. ولكن اللغه مثلا، اللغه تقدر تتغير. قال مثلا انتيا الام نتاعك قبيليه والاب نتاعك قبيلي، في الاصل نتاعك انتيا راكي قبيليه، ولكن راكي عايشه في الجزائر العاصمه، تعلمتي العربيه ما تتكلميش خلاص القبيليه مثلا، او مثلا راكي مثلا عايشه في فرنسا تتكلمي فقط غير الفرنسيه، او في المانيا، او في اي دوله واحده اخرى. اللغه هذيك راها دخلت في الهويه نتاعك، راها دخلت في الهويه نتاعك، تعلمتيها كي تسمى حاجه مكتسبه، دخلتيها ودخلت في الهويه نتاعك، صارت شيء مكتسب اكتسبتيه. لكن اللغه هذيك تقدر تتغير، تقدر تتغير. لماذا؟ قال مثلا عاودتي رجعتي للجزائر، كنت تكلمي الفرنسيه ومن بعد عاودتي رجعتي للجزائر مثلا، ورحت لك الفرنسيه وصرت انت تتكلمي بالقبيليه مثلا. هذيك اللغه شيء مكتسب يقدر يتغير، بينما الاصل نتاعك قال مثلا باباك ولا امك ما تقدرش تغيريهم. كاينه اشياء ثابته ما تقدرش تتغير، وكاينه اشياء متغيره. مثلا الدين، الدين ماشي حاجه ثابته. هو راه واحد زاد مثلا في عائله مسلمه ومن بعد مع الوقت صار مسيحي، غير الدين نتاعو. الدين مش حاجه ثابته، كاينه اشياء اللي هي ثابته. قال مثلا الميلاد نتاعك، ولدتي في الجزائر، ما تقدريش، من المستحيلات هو انك تقولي انت راني مولوده في فرنسا، والله مولوده ما على باليش انا كذا، ما تقدريش. ولدتي في الجزائر راكي مولوده في الجزائر. كاينه اشياء ثابته، عندك باباك ويماك ما تنجميش تغيريهم. لكن فيه اشياء واحده اخرى، مثلا مثل اللغه او مثلا الدين، وكاينه اشياء واحده اخرى ثقافه. دوك مثلا واحد راهو مثلا باباه جزائري، قال يعني امه فرنسيه، وراهو عايش هو مثلا في تركيا، انا يتكلم بالتركيه، وراهو درك مثلا هو صار مسلم ووالديه مسيحيين. راه شوف هذه الامور كامل هي اللي تشكل الهويه نتاعو. باباه راهو مسيحي، يقدر هو يغيرها؟ ما يقدرش. امه راها جزائريه، يقدر يغيرها؟ ما يقدرش. وهو راهو عايش في تركيا ويتكلم قال مثلا التركيه، وراهو عنده ديانه اسلاميه، وراهو يمشي على المذهب الفلاني وكذا. الهويه هذه راها اشياء، راها عناصر، مش غير حاجه واحده
وانتهى الامر. قال مثلا انا راني قبيلي وانتهى الامر. هذا الناس اللي راهم فاهمين هذا الموضوع تاع الهويه فاهمين وفهم خاطئ. نقسم لك يعني كيخلو قطع لك كلام تاعك لي. انا كي قلت الهويه زعما الانسان يعود الاصل تاعه فور اكزومبل الجزائر الامازيغيه مانيش زعما راني عنصريه ولا كيفاش يفهمها هنا في الناس فهمتني مانيش نقصد هكا. بس انا حبيت برك الجزائر كي قراو التاريخ تاعنا نعرفوا الحقيقه وين راهي. تاريخ مزور انا معك. حبيت التاريخ الحقيقي الحق الشرعي فهمتني معك هذا برك. بس الانسان كي يكلفوه يخدعوه في التاريخ تاعه كيفاش يكون عنده مستقبل سامحني كيفاه. انا ما نقدرش نتخيل هكا امبوسيبل انسان في البريمير حتى لافاك يكذبوا بزاف بين واحد الحقيقه وانتهى. لا لا معك فيه اشياء محرفه فيه اشياء مغلوطه فيه اشياء كاذبه معك، ولكن هذه الاشياء راها هي نقولوا مثلا راها ساهمت في هذا الوضع المتردي اللي رانا عايشينه في البلاد. واش هو المطلوب منا على جال باش حنا نخرجوا من هذا المأزق من هذه الازمه من هذه المأساة على جال باش حنا يعني ننتقلوا لحاله واحده اخرى وانو نفهموا بعضنا البعض باللي رانا جزائريين وراه عندنا كلنا الحق في الجزائر، الجزائر تاع الجميع، الجزائر اللي تجمعنا كامل عربي وشاوي وقبايلي وترقي ونعيشوا متخاويين مع بعضنا البعض ونتحاوروا ونحاولوا هو انو نحلوا المشاكل تاعنا مثل ما راني الان انا نتكلم معاك تقنعيني ونقنعك. عطيك صح حنا كي نتفاهموا الولايات تاعنا والاخرين الجزائر راح تنجح. باغ اكزومبل الجايه باغ اكزومبل لا ما تتفاهمش مع الولايه اخرين ما تتفاهمش ما كاش الاخوه ما كاش المحبه بين الشعب هذه فهمتني ما كاش تفاهم. سمعتني كاين جهويه اخويا العزيز نعم كيفاش راح يكون يعني كيفاش راح حنا كونتر النظام هذا الفاسد الظالم كيفاش راح نقاومه وانا وهذا ما نتفاهموش كيفاش يهبط الوحي يهبط يعني الوحي يدرنا الاخوه هنا ما يدرش. نعم اذا لازمنا وعي الوعي حنا لازم نتفاهموا بيناتنا الولايه هذه تتفاهم مع الولايه هذه الغرب مع الشرق الشمال مع الجنوب. نعم واحد لي كومونتا من قبيل قال لك الاسباب هما القبائل شفتوها سبورسا طلعت من قبيل زعفت لا يقول لك زعما حنا اللي حاكمنا البلاد انا قبيليه فقيره ما عندي والو. ايه معاك ما حكمت والو انا كاين في التعميم ظلم فهمتي. درك مثلا واحد قال مثلا يشوف مثلا ويحيى او جنرال توفيق والله قال مثلا راه هو قبيلي وراه ارتكب اخطاء ولا ارتكب حماقات ولا ارتكب حتى جرائم نقولوا مثلا في البلاد. ما لازمش الانسان المنطقي والانسان الواعي هو انه يحمل المنطقه نتاع القبائل الفعل نتاعو هو، ولكن هذا الامر ينطبق على الناس الاخرين ايضا. ما لازمش درك مثلا قال مثلا بوتفليقه راه مثلا عربي قال الناس هم العرب اللي دارونا. لا لا وتفليقة راهو ارتكب شيء يتحاسب عليه هو ويحيى ارتكب شيء يتحاسب عليه هو وكل واحد راه مسؤول على نفسه. ما لازمناش نجمعوا ياسر روماركيت الحاجه سمحني برك على بالي بزاف ديت الوقت بزاف سمحوا لي اللي راهم يتفرجوا اللي يدير لافوطو تاع بوب ديال يكون يكره القبائل ما نعرفش علاه كله يفهموا لي عليه كي يدير واحد كيفاش فار اكزومبل بورتي كي يدير فوطو بوب ديال توجور يخرج يكره القبائل انا ما نعرفش علاه ليه يحب البوم ديال يكره القبائل فهموني علاه عندي شي علاه. لا شوفي نقول لك انا انسان موضوعي وما عنديش يعني اشكال نشوف باللي ايت احمد مثلا راهو هو من منطقه القبائل او ناس اخرين مشي بالضروره قال يعني نسميه الاشخاص. انا ما نشوفش ليه من هذيك الناحيه قال مثلا راهو قبيلي ولا عربي، شوف ليه واش قدم للبلاد. درك لما مثلا واحد راهو هو داير الصوره نتاع بومدين وراهو هو مثلا يسب في القبيلي مش بالضروره هو راهو يحب بومدين، راهو قادر يكون قبيلي وداير الصوره نتاع بومدين ويستعمل في هذيك القضيه. رانا في الفيسبوك في الانترنت يستطيع اي انسان هو انه يدير لوك
تاع بومدين او يكتب بالعربيه ولكن مش عربي، قادر مش يكون حتى جزائري، فهمتي؟ راهم كاينين الناس اللي هما راهم عايشين بهذه القضايا نتاع الصراعات هذه، مش بالضروره يكون هو جزائري خلاص. والله العكس، قال مثلا يروح واحد يدير درابو نتاع مثلا نتاع، قال مثلا ما على باليش انا، درابو واحد اخر مش تاع الجزائر، ومن بعد هو راهو يهاجم في العرب، قال نقول باللي انا هذا قبيلي. لا ما لازمش، احنا رانا في الانترنت، يقدر اي انسان يستعمل لوك ويقدر هو يضلل للناس. احنا ما لازمش الانسان ياخذ هذه الامور. واش الشيء اللي قدمته للجزائر؟ ارواح انت راكي دوك، انا دوك مثلا انا علاش مرات كاين الناس اللي يطلبوا الاضافه باش نديرهم في لاباج تاعي ما نديرهمش اصلا، نحب نتعامل مع شخصيات حقيقيه. قال درك ما يهمنيش انا، المهم على الاقل راني على بالي بروحي بلي راني نهضر مع امراه. مرات هو انه واحد يكتب لك بسودو ما على بالك به، لا راه طفل صغير ولا راهو قال مثلا مش جزائري خلاص، ويصير هو من بعد هو يحب، كاين اللي يحب هو يعتقد من انه لما يراسلك انت ترد عليه، يهز انت المراسله نتاعك هذيك ويستعملها، يتصلوا بيا ناس يوميا، واش رايك في فلان، واش رايك في فلتان، ما نجاوبهمش ما نجاوبهمش. يتكلم معايا واحد بالصوت وبالصوره انا عارفه، ولما نتكلم معاه نتكلم معاه في الاطار المقبول، فهمتي؟ ما لازمش الانسان يروح يعني قليل، وين انه الانسان يجي يخرجك هكذاك لما واحد يتوتر هكذا والله يغضب، كاين الناس اللي هما يحبوا يخرجوك، ولكن ما لازمش الانسان يروح هو يمشي في الحاجه اللي راهم يحوسوا يوصلوه ليها هما. احسن بطاهم اني زعف، نخلي ربما اخوه اخرين راهم يحبوا يديروا مداخله. نعم شكرا شكرا الاخت، نحاولوا ان نضيف اخوه اخرين. نشوفوا ترى مع الاخ هذا بوضيف شعيب بوضيف، اتمنى هو انه نفيدوا بعضنا البعض. إذن الإخوة والأخوات اللي التحقتوا بنا، مرحبا بك الأخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، مرحبا بك الأخ، من راك تكلم فينا؟ السلام عليكم. تفضل علينا نسمع فيك. من ميلا ولاية ميلا. مرحبا بك. شوف يا أستاذ، عندي مدة وأنا نتبع فيك، على كل حال نور الدين خبابة، أستاذ نور الدين خبابة. تفضل ورينا وجه نتاعك. ما نقدر، اسمح لي هذه حرية شخصية، ما نقدرش نوريك الوجه تاعي. المفيد هو الموضوع اللي راح نطرحه أنا. عندك مدة وانت تطير في واحد الموضوعات من بينها عمر خوشة. نشوف ترى مع الأخ هذا أمين سكلان وعمر خوشة، شوف ترى مع ماذا عمر خوشة. الإخوة اللي يحب يدخل، اللي يحب يجي على جل باش يستفزني أو يجي على جل باش يحرف الموضوع، غير انساها، ادخل تكلم في الموضوع. السؤال راه واضح، وشكون المسؤول على الأوضاع المتردية في البلاد، وش هو المطلوب منك كجزائري؟ اللي يحب يجي يسمع كلام وش يقولوا الناس عليا ولا اسمه، ما عنديش الوقت أنا باش أنا كل واحد هو ينبح نرد عليه. اللي يحب يتفضل يجي يتكلم ينتقد السلطة أو يشكر السلطة، الله يسهل عليه، هو حر يتكلم ولكن في الإطار اللي احنا رانا محددين في المباشر، على جال باش هو يضيع لنا اسمه البرنامج أو يحاول هو أنه يحرف النقاش على الأصل نتاعو ما نقبلهاش. الأخ أمين، امين ومن بعد نشوف ترى نجرب معك الاخ مراد. نعم الاخ كريم، صحيح الاخ خضير راك تكتب لي سيلفو بلاي، ما على باليش واش تحوس الاخ الكريم. الانسان اللي يحب هو يشارك يطلب الاضافه، ماشي يكتب لي ميساج رانا في الهاتف، يطلب الاضافه. نشوف معك الاخ مراد هاشمي،
بالك إن شاء الله تقدر تطلع. وعليكم السلام الأخ بلال. الأخ وائل حساني معاك في بعض الكلام تاعك، ولكن ماهوش الناس كلهم هكذاك، كاين فيه ناس اللي هما يعني يقبلوا التعايش مع الجزائريين، وكاين ناس اللي هما ترباو يعني على العنصرية وترباو على الحقد وترباو على الضغينة، وما لازمش الواحد يجمع. وفي المقابل كاين الناس عرب، ما لازمش الإنسان قال مثلا تشوف انت قال أخ مراد مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك سي نور الدين؟ الحمد لله ربي يبارك فيك. من راك تكلم فينا الأخ مراد؟ أنا مراد هاشمي، الأصل تاعي من جاية. مرحبا بك الأخ مراد. وعايش في سطيف. وعايش في سطيف. تسمى أنت راك مدبرها. للأسف الشديد خرج الأخ مراد. يبدو هو انه عنده مشكله في الخط تاعو. المهم الاخ مراد تقدر تعاود تطلب الاضافه وندخلك معنا ان شاء الله. شوفوا مع ترى الاخ هذا محمد ولا موح بلال هذا. اخ مراد زيد عاود اطلب الاضافه وندخلك ان شاء الله. يبدو هو انه حصل انقطاع في الخط تاعك. راني نتفاهم التقطع نتاع الانترنت. الاخ اللي ترمز للاسم تاعك بموح بلال راني دخلتك، ويبدو وأنه عندك مشكلة في الخط تاعك. الأخ اللي ترمز للاسم نتاعك بنادو عندك خلل في الهاتف نتاعك، ما كانش خلاص. عادل، لا الأخ عادل هذا الأخ اللي ترمز الاسم نتاعك محمد هذا، وراني نشوف التعليق تاعك محمد سهلي هذا، وراني نشوف التعليق تاعك. مانيش فاهم انا واش من التعليق هذا اللي راك تكلم عليه، وطلبت الإضافة نتاعي وما ضفتكش، وما على باليش انا واش راك تحكي. شوفوا مع هذا الأخ سعيداني. الأخ الكريم محمد راني كنت نتكلم معاها، ومن بعد تقدر تعاود تراجع الكلام تاعي. أخويا حساني ما عندي حتى مشكلة، إلا كان راك من ولاد مخلوف ولا من بليمور ولا، ما عندي حتى مشكلة. أرواح وتفضل وتكلم على روحك، فهمت؟ أخ حساني، عائلة أنت حساني من ولاد مخلوف، ما عندي حتى مشكلة. تحب تجي تدلي بالمداخلة نتاعك، ما عندي حتى مشكلة. المهم الإخوة راني مرة على مرة نضيف واحد هكذا، وراكم تعرفوا الضعف نتاع الخط في البلاد، ساعة على ساعة هكذا واحد يحكم الخط هكذا ويصير فيه تقطع، الله غالب. اصبروا. للأسف الشديد راني دخلتك الأخ الكريم وما دخلتش. نعاود نرجع لخونا مراد، هاو عاود رجع. اخ سعيداني اني دخلتك وما دخلتش. عاود نرجع للاخ مراد لعل المره هذه. اخ مراد. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. راني نسمع فيك، تفضل. راني بريزونتي روحي، انا هاشمي مراد من بجايه، عايش في سطيف، كنت مناضل في الجبهه القوى الاشتراكيه. مرحبا بك اخويا. وحبست في 2012. انا مع المعارضه، ماشي المعارضه، مع المقاومه. يا اخي الحكم هذا فيهم القبائل، فيهم الشاويه وفيهم العرب، دونك كاين الخبثه عند القبائل وكاين الخبثه في الجزائر وكل. صح. هكذا. وكاين رجال ابارت، صح، كاين في عند لي زارابوفول وعند القبائل. سمعت بدون، نعم. انا قبايلي، انا نكون جفيسي، نكون نعم. هذه هي الموضوعيه وهذه هي الحقيقه. نعم تفضل. هذا دونك كما قلت انت، كاين قبايل سيدي كريمينال. نعطيك امثله، سعيد سعدي وجنرال تواتي، جنرال توفيق جوادي، ويحيى، هذو قبايل. وكاين شاويه، كاين
نزار كاين رضا مالك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك الحكم هذا السيستم هذا فيها الجزائريين وكل والمعارضه وراهي في الجزائر وكل راهي في جلفه راهي في مسيله راهي بارتو في الجزائر. دونك نحوسوا حنا نحوسوا شكون يجمعنا الجزائر الجزائريين اللي بلي سون بلي ريال. الجزائر ماهمش اي سون بلي ريال. سمعت كاين كل اطياف كاين العلمانيين كاين الاسلاميين كاين هذو الجزائريين. اختلاف رحمه. انتم راكم عايشين في فرنسا كان اكستريم غوش كان اكستريم دروات بصح مصلحه الجزائر مصلحه فرنسا يقعدوا في الطابله يشيخوا يلقاو حلول. هنا كي تختلف مع كشمه واحد او قبائل انا كي جيت نستيف نحكي لك على هذه سي تاني طاش كولونيال وبعد حكم هذا كمل عليها فريق تسود. انا كي جيت عشت هنا في ستيف سمعت كلام وربما انا عندي ثقافه سياسيه بديت نعالجهم على سياسيا او من قبل يشربوا شراب في الدار او ما يصوموش او اعداء الله او معتوب. انا مانيش مع معتوب للناس. انا جيتي سون ادفيرس. انا مانيش مع معتوب للناس. انا ضد معتوب للناس. سمعت انا قبيلي معتدل انا مع الحق وين كان الحق نمشي. دونك واش سي نور دينا نقول لك لازمنا مشروع المعارضه الجزائريه كل اطيافي يقعد يتلاقاو فوق الطابله. سمعت نحيو حوايج هذوك اللي فارقنا نتفاهموا على واحد الحوايج اللي يجمعنا. دونك راه فوالا دوكا عندنا مشكل. الحكم هذا الحكم استبدادي عسكري او موش بوتفليقه. وقلت بوتفليقه خضراء فوق عشاء. انا ما نمش بك بوتفليقه عنده الحكم. اللي عنده الحكم اللي عنده الكلاش. الكلاش هو اللي عنده الحكم. سمعت نقعدوا في الطاف. دونك كيفاش نولي كيفاش العسكر هذا يولي الثكنه تاعو يخدم يعس لا كونستيتيسيون ويعس الحدود. هذه الخدمه تاع الجيش في الجمهوريه. دوكا حنا دوكا المشكل في المعارضه وما الحكم عنده رجال تاعو عنده المشروع تاعو عنده. سمعت دوكا حنا المشكل في المعارضه كيفاش نتلاقاو نهضروا نشيخوا. اسي محمد ما نعرفكش انا كشخص بصح كمناضل نعرفك كنت مع الابراهيم كيف اسمه مع طالب ابراهيمي كنت معاه في الحزب هكذا كنت معاه. ما نعرفك ما تعرفني بصح انا بارطاج بزاف حوايج معاك. الكلام اللي راك تقول الكلام نشوف نقول لك الاخ مراد الكلام اللي راك تقول فيه كامل انا راني متفق معاك. ها دوك انا جو سو لا ديموكراسي. لا ديموكراسي سي لو دروا لا ديفيرونس. سي لو دروا لا ديفيرونس. كيفاش انا ديمقراطي ومن بعد نحب كاينين الناس حابين يلغاو 80% الفيس هذا ربح الانتخابات 80% 188 كرسي اللي ربح في 91. انا كنت مع الافافاس خسرنا دينا 25 مقعد. الفيس اسمه فلندا 19 والار سي دي دا صفر البي تي صفر الباكس صفر. عباك شكون حبس الانتخابات اللي عندهم صفر كرسي هما اللي حبسوا. لا انا الاغلب خلينا من الماضي خلينا شوف نقول لك خلينا من الفيس. لا معليش لا حتى باش ما الناس تستغل الفرصه. برك اصبرني برك شوف حتى باش الناس ما تستغلش الفرصه وقال راهم حبوا يحكيوا على الفيس. انسى الفيس نهائيا فهمت. انسى الفيس نهائيا وانسى المرحله نتاع التسعينات. حنا الان رانا نتحدثوا على وضع راك تشوف انت مثلا الرداءة في كل المجالات في الاعلام في السياسه في الثقافه في كل المجالات. راك تشوف الوضع اللي حنا رانا عايشينه هاو الاخرتها نتاع الاخ هذاك عياش قتلوه. هذه كاين بعض من الناس راهم هما يلعبوا على العاطفه نتاع الناس وها هو شهيد وها هو جمع الوسمو ام الشمل هاي جمعت الولايات وهاي كذا. هذا عياش قتلوه في البير قتلوه جاو ينقذوه قتلوه. هذه هاي كمثال يعني باش تشوف انت يا دوله وين انها راه تدعي من انه راه وصلت الى درجه من التحكم ومن التقنيه ومن التكنولوجيا وصارت دوله اقليميه وتهابها الدول وكذا 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 وكذا. مواطن ما قدروا يجبدوه لا حي ولا ميت
حتى وهو ميت خرجوه مقطع، حتى وهو ميت خرجوه مقطع. والشعب للأسف الشديد كاين كثير من الناس تنطلي عليهم العاطفة، وإحنا محتاجين الوعي، وإحنا محتاجين كما كنت تقول أنت يا المشروع، وكنت لما دوك حنا نبداو نحكيو على هذه القضيه قال مثلا قضيه تاع الفيس والله، لانه هما راه برمجوا الناس من خلال الاعلام ومن خلال الدعايه ولصدوا الناس. قال الارهاب اللي جاي يتكلم قال ابو هذاك هو ارهابي، بلا هذاك هو ارهابي، اي داعش، اي القاعده، اي كذا اي كذا. حنا نحوسوا على مشروع مدني، مشروع مدني اللي يجمع الناس الكل. أنا نتفق معك على جل باش يكون هناك خطوط عريضة اللي نتفقوا عليها، الأشياء اللي نختلفوا عليها واللي هي راها قال مثلا تحدث قال مثلا صراع نعطلوها ما نناقشوهاش، نخليو عليها ربما تجي في مرحلة واحدة أخرى. احنا الآن لازمنا نتفقوا على خطوط عريضة اللي بحيث هو أنه نمنعوا البلاد من بركان راه فيه علامات نتاع تصدع موجودة داخل المجتمع. هذا الشخص هذا اللي راح رمى روحه في البير، لماذا؟ لماذا رمى روحه في البير؟ ومن بعد قال حصلها في الوالي. راه كاين مشاكل موجودة في المجتمع، موجودة في الأسرة، موجودة في كل المجالات، موجودة في المسجد. راه الناس تتصارع شكون هو يكون رئيس لجنة في المسجد، وشكون هو اللي قال راه عنده صحبة مع الإمام. صراعات داخل المساجد، صراعات في الأسرة على الورث، راه الناس متصارعة على التراب، متصارعة على درهم فرنسا، متصارعة على أتفه الأمور. صراعات في المجتمع موجودة، والمجتمع هذا ذوك الآن الدولة الجزائرية لم تؤسس على أساس صحيح، صارت فيه انقلابات، صارت فيه تصفيات تاع جسدية، صار فيه إقصاء، صار فيه تهميش، وإحنا الآن رانا لحقنا الوضع وضع كارثي. هذا الناس قال لك هاهم هذا الأسبوع قال لك شوف اللحمة نتاع الشعب الجزائري واش تلحمتوا، خلاص تلميتوا 48 ولاية تلم معاكم العالم كامل، ومن بعد علاه تفرقتوا؟ علاه تفرقتوا؟ تلميتوا كملوا في اللحمة هذيك، وراها اللحمة هذي لحمة مبنية على العاطفة. شوف سينوردي، سينوردي أنا كي تكلمت على التاريخ تاع التاريخ ماشي لإدانة الأشخاص، أنا تكلمت على تاريخ لتصحيح المسيرة، لتصحيح المسيرة. كلحونا في الاستقلال، سوا ديزون استقلال أونتر غيومي، ماهوش استقلال، مازال ما استقليناش، مازال ما استقليناش، مازالنا توجور هذا استعمار داخلي، استعمار داخلي، حكم عسكري من 62 إلى يومنا هذا. سوا لابد واش نقول لك باش تكون مصالحة، أنت سميت السيت تاعك مصالحة. انا قبل المصالحه اذا جا واحد النهار قلت لك لازم نتصارحوا معك، نتصارح اخويا، اخويا ماهوش عيب، انا ماهوش عيب سي نور الدين الا ظلمتك، نجي اخويا نسامح لك، نديروا كما داروا جنوب افريقيا، جنوب افريقيا الجلاد الجنرال جاء الطابله هضر مع لي فيكتيم، اخويا سمحي لي انا ديت لك بنك او دفنتو في بلاصه الفلانيه هكذا، ما قدروش نروحوا للمصالحه، مصالحة بلا ما نتصارحوا بيناتنا قاعدين نصارحوا. دوك واش حبيت نقول لك، دوكا لازم نجمعوا المعارضين سواء في الخارج وفي الداخل، نتلاقاو اولا الحكم هذا ما خلاش الشعب يتحاور بيناتو. انا رحت، انا سافرت انا داخل الجزائر، رحت الجلفة، انا نقابي انا باش قالوا لنا في القبائل بكريك وتصغير واش يقولوا على القبائل الحكم هذا، كما يقولوا العرب انا هاهم القبائل يشربوا شراب هاهم سمعت يديروا سبع موبقات هنا في القبائل واش يقول على العرب، ماشي العرب لي زابوفون المعربين وكل الامازيغ في الجزائر، سمعت الامازيغيه هذه ملك للجميع، العربيه ملك للجميع، الاسلام ملك للجميع، سمعت ملك للجميع، ماشي واحد قبائل واحد قبائلي ونص لقد قبيلي نص قبيلي واحد المسلم والنص ما كانش، وكل المسلمين وكل العرب وكل الامازيغ هذيا، واش يقولوا عند القبائل بكري فرنسيدة فريق تسود كم الحكم هذا، القبائل يقول هاو شفت العرب او بغال او بغال ما شفت يا ديجا حنا نوضوا وصوت اكسبري ما خلاولاش نتحاور، انا انت اصلك انت نارابوفون انت من البرج،
بايجي او جدا تاعي قبيليه انت من البرج انا المهم انت من البرج انا من جاي دوك انا نتحاوروا قلت لك انا جابروك انا جوبي اني معاك 80% انت جزائري وانا جزائري ما كاش الفرق بينك وبيني سمعت ما كاش الفرق بينك وبيني سمعت الفرق ما كاش الفرق دوك واش نقول لك كاين مشروع كاين هنا كاين معارضين هنا في الجزائر كاينين بزاف الاغلبيه في الشعب الجزائري معارض بصح ما لقاوش النخبه باسكو شكون اللي مات انا نايده 5 اكتوبر 88 كنت في الثانويه زائد 1969 انا اللي درت لاجينيراسيون تاعي درت اكتوبر الشعب اللي مات اكتوبر الشعب اللي مات في التسعينات الشعب اللي مات وراهم النخبه نخبه باعوا النضال تاعهم كاين مناضلين باعوا النضال تاعهم 30 سنه بالبوست ديبيتي ولا سيناتور ما على بايش ولا مير وكل شيء دوك الشعب هذا ماهوش بغل الشعب هذا يدير سياسه كبيره ما عندوش شكون يمثلوا ما كانش رجاله سمعت ما كانش رجاله اللي يمثلوا سينو الشعب هذا كان الدين غير يمشي معك غير يجيب الذهب تاع المراه تاعو يعطيه لك بصح هي الاغلبيه باعوا النضال تاعهم باعوا النضال دوك واش حبيت نقول لك لازم اولا كيفاش نقول يفو ريكونسيليي لو بوبل الجزائري مع السياسه باسكو اولا ما عندوش ما يامنش بالسياسيين الجزائر ما يامنش باسكو البوفوار هذا الى ديسكريديتي لا ديسكريديتي لو بوليتيك باسكو لا دوك نوليو المؤتمر صمام الاولويه للسياسي على العسكري دوك العسكري هو شوف سامحني برك على جال باش نوضح لك المساله ومن بعد كمل المداخله نتاعك المصالحه اللي انا راني نتحدث عليها شوف الناس لما راهم رايحين يحفروا بير يا هل تراهم انه يجبدوا الماء باش يحفروا البير والله يحفروا البير باش يجبدوا الماء ما فهمتش الناس اللي رايحين يجبدوا الماء قال زوج ولا ثلاثه من الناس رايحين يجبدوا الماء على جال باش هما يشربوا منه يا هل ترى يجبدوا الماء باش يحفروا البير ولا يحفروا البير باش يجبدوا الماء المنطق والعقل هو انه يحفروا باش يجبدوا الماء باش كيجيبوا المصالحه نفس الشيء مصالحه مش نبداو بها المصالحه احنا رانا نحوسوا عليها لازم احنا نخدموا لها ونروحوا باش نلحقوا ليها المصالحه هي اخر شيء نوصلوا ليه احنا دركا رانا في حوار قال درك مثلا انا وياك انت راه عندنا اتفاق الى حد ما في الكلام تاعنا انا راه ما عنديش مشكل بيني وبينك نتايا ما عندي حتى مشكل بيني وبينك على واش نتصالح انا وياك ما عندي حتى مشكل بيني وبينك احنا درك الناس اللي راهم درك هما رافضين المصالحه هو انه هاد الناس منهم اللي هو متورط في الدماء والغ فيها شارب الدماء منهم اللي راهو درك هو ماهوش حاب الجزائر على جال باش تتاخى ماهوش حاب هو انه يشوف العرب والقبائل على طاوله الحوار ماهوش حاب هو انه العرب والقبائل يعيشوا مع بعضهم في الجزائر اخيين متسامحين مش حاب هو انه الجزائر تصير دوله سيده هو تخدموا هذه الصراعات تخدموا هذه فرق تسد تخدموا هذه الازمات اللي راها موجوده في الجزائر لانه هو راهو يرتزق منها راهو عايش منها وسواء هذ الناس راهم في الداخل ولا في الخارج احنا درك الان لازم الشيء الاول الاساسي هو الوعي هو انه الناس لازم تعرف على جلب اللي الجزائر راها مستهدفه من عدة نواحي مستهدفة من خلال الموقع نتاعها الاستراتيجي مستهدفة لأنه فيها طاقة نتاع شباب مستهدفة لأنه فيه ثروات باطنية مستهدفة لأنه ما عندناش حنا هذيك الصراعات الطائفية عندنا صح كاين بعض المشاكل هكذا ولكن قادرين نتجاوزوها لما يكونوا ناس عندهم حكمة وعندهم تبصر قادرين احنا من خلال هذا النقاش من خلال هو انه انت تسمع لي وانا نسمع لك ونتفاهموا مع بعضنا البعض قادرين نوصلوا النتيجة هذا الناس ما يخدمهمش الحوار هذا الناس ما يخدمهمش الهدوء فهمت هذا الناس تخدمهم الصراعات بالتالي احنا لازمنا نفهموا هذه المسألة نتاع المصالحة اللي انا راني ندعو ليها واللي راني نعملها واللي انا راني نعتبرها باللي مشروع
لحل كل المشاكل اللي راها موجوده في الجزائر. هذه المصالحه اللي لحقوا ليها حنا رانا كيما نقولوا انا امبرويون، انا راني دايرو على جال باش حنا نلتقيو على طاوله الحوار ونحاولوا وانه نتجاوزوا على بعضنا البعض. ما يبقاش الانسان قال مثلا درك مثلا واحد دار الصوره نتاع بومدين يخلق لك من الصوره هذيك هو موضوع ويبدا دار صوره راه يحب بومدين الله يسهل عليه. واحد قال مثلا دار الصوره نتاع معطوب الوناس يدير لك هو من الصوره نتاع معطوب الوناس موضوع، ومن بعد يدي الناس اللي اسمه والله نتاع اي تحمد ولا اي شخص واحد اخر ولا بن باديس ولا كذا. خلينا من هذه المواضيع، حنا لازمنا نعرفوا باللي الجزائر تاعنا راها مستهدفه. نحاولوا هو انه كيفاش حنا نمنعوا الجزائر تاعنا من حرب اهليه راها جايه. لو كان حنا الجزائريين والجزائريات ما ينتبهوش لهذه المساله، هذه الصراعات راها رايحه تحرق البلاد. ونحاولوا ندفعوا الامور الى الامام من خلال انه نتفاهموا بعضنا البعض، نعذروا بعضنا البعض. كاينه اشياء اللي هي تثير الصراعات وتثير هي الفرقه، ناجلوها نهار اللي يكون عندنا وعي فيما بعد نناقشوها. كاينه اشياء اللي ربما مش الوقت نتاعها على جال باش حنا نناقشوها. فهمت درك حنا قال حنا نبدا نناقشوا حنا على العربيه ولا نبداو نتناقشوا على الامازيغيه؟ مش هذا هو الموضوع، مش اولويه. كيف حنا نحيو هذا النظام؟ هاي يقول لك حاجه الجزائر عندها لي فوندمو، عندها الاساس. الجزائر عندها الاساس، عندها الاساس. الجزائري واش هي الاساس تاعها؟ الاسلام، العربيه والامازيغيه والعداله الاجتماعيه، هذا هو الاساس. ونكونوا متفتحين للغات الاجنبيه. يا اخي راك عايش في فرنسا، في فرنسا بالذات ما تمشيش الفرنسيه، الفرنسي ما يقراوش بالفرنسيه، في فرنسا يقراو بالانجليزيه. في اوروبا ما كاينش فرنسيه مره هذه، سمعت في اوروبا لا لونغ الاولى هي المانيا وبصح يقراو بالانجليزيه. ونكونوا متفتحين باسكو المستقبل ماشي اللي يوسع في اللغه تاعو، المستقبل هو اللي يتعلم اكبر عدد من اللغات. سمعت مشكل الحكم هذا، الحكم تاعنا المشكل احنا ماهوش الشعب، المشكل هو الحكم. الحكم هذا يخدم على من يخدم؟ يخدم على ليزانتيغريست مع القبائل، ويخدم على لي راسيست العرب، سمعت العروبيين يتخباو بالاسلام، زعما يستعملوا الاسلام. هما الاغراض تاعهم ماهوش الاسلام، سمعت هو اغراض تاعهم حوايج اخرين، ماهوش ما يخدموش وراء الاسلام. في الجزائر وراء الاسلام السرقه، الكذب، النفاق، الجبن، كلش كاين في الجزائر. يجي واحد يقول احنا بلد مسلم، يشوف في الطرقات تاعنا المعامله تاعنا ما كاش. بكري كنا عندنا العائله، كان عندنا العائله، انا الشيخ تاعنا ربي يرحمه راح لفرنسا 1945 خدم على خاوتو يدازو كلش. دوكا رانا نخدمو كل في الدار وما لحقناش، واحد ما يهضر مع الاخر. دوك لحقونا حطمونا العائله يا رجل، حطمونا العائله او لحقونا للدار، لحقونا للدار، سمعتوا دخلوا للدار، حطمونا. ماهوش المشكل، ماهوش الحكم هذا باين، الحكم هذا ضد الجزائر وضد الجزائريين. هذا سي تان هيريتاج فرنسا اللي دارته هنا. دوك واش حبيت نقول لك انا؟ المشكل ماهوش مع الحكم هذا، الحكم هذا نعرفه. المشكل حنا المعارضه ما قدرناش على جال الزعيمين. كل واحد يحوس يولي يتزعم يقول لك انا اللي عندي الحق، سينو ما سمعت. دونك حنا لازم انت باش نتفق انا وياك، انت تخلي شويه وانا نخلي شويه، نتلاقاو في الوسط نبنيو الجزائر هكذا. انا هكذا نخمم انا. سمعت الا قلت انت انا اللي عندي الحق وهذاك اللي عنده الحق، ما بني عاود ورا الجزائر هم خاسرين. سبحان الله الجزائر 2005 فرا فرنسا، يا فرنسا الجزائر تقدر تعوم في الشتاء. انا رحت للهوكار اول مره، شكون داني لوكر قوري انا فرنسي اللي عرضني انا نروح للجنات. رحت للجنات لقيت الناس يعوموا في جنات، يعوموا عندنا ديوازيس وكاين الحوت، سمعت. ويجيو لفرنسا، يجيو لفرنسا البرد وكلش. واش داك لفرنسا اللي كان الجزائر بيا وكلش، واش راح تدير في فرنسا؟ احنا بلادك خير يا سي محمد، عندنا كات سيزو هنا. دوك الحكم هذا ما خلاناش نتحاور انا وياك. دوك الحمد لله الحمد لله كاين الانترنت، كاين الانترنت، يعني ندعو نسمو نشكروا ربي. انا عرفتك تعرفني، سمعت. انا رحت بالسكره، رحت للجلفه، لقيت اخويا ما كاش مشكل، ما الشعب هذا ما عندوش مشكل مع الامازيغيه، سمعت، ما عنده مشكل مع الاسلام ولا العروبه ولا هم يحزنون. شعب واحد قبيلي تزوج من العربيه، العربيه انا تزوجت مع العربيه،
انت جدتك قبيليه سمعت انا ما كاش مشكل في الشعب ما كاش هذه قبيليه وكل شيء كان بعض العناصر في المجتمع الجزائري يخدم معهم الحكم هذا يستغلهم في الوقت سمعت عنده لي رولي في القبائل وعنده لي رولي عند زرابوفون يخدم بهم كي غدوا يحب الشعب يتحد يتحد يلقى يحوس على الحلول يخرج هذو الناس هذو يجيو تلفزيون فوالا يتهاوشوا بيناتهم ومن بعد يديروا لنا مشكل يا اخي ما كاش مشكل اللي نعرفوا نخدمهم هذه الصراعات هما علاش راهم درك يخافوا من هذا الخطاب خافوا منه شوف نقول مثلا قنوات فضائيه ياسر يخافوا شوف الا كش ما يتكلموا علينا والله يجبدونا والله ولكن هما شوف غير تفتح صفحه فيها اربعه من الناس يكتب واحد تعليق ثم يهزوه ويديروه في القنوات الفضائيه ومن بعد بعد شهر شهرين صار عنده لاباج نتاعو ما يعرف كذا لكن هما هذا الخطاب خطاب العقلاني خطاب الموضوعي ما يخدمهمش لانه عارفين باللي هذا هو الصح وهذه هي الحقيقه ولكن ما تخدمهمش لانه هذه الحقيقه راها رايحه تقضي الاحلام نتاعهم لخاطر قلت لك انا من قبيل هما يرتزقوا بمثل هذه الصراعات فهمت يرتزقوا بها ما يقدروش يعني تخيل انت درك مثلا في هذه القضيه هذه نتاع هذا خونا عياش هذا اللي رمى روحه في البير كاين منهم اللي هو يشوف واحد على جال باش يصور له اسمه هذاك عياش هو ثم على جال باش يدي دراهم باش هو يدي صوره نتاع عياش هو باش هو يدي صوره نتاع عياش هو في البركاو فهمت يرتزقوا بهذه المأساة وبطبيعه الحال هما يدعيوا من انه راهم يحوسوا على المصلحه نتاع الشعب وراهم كذا ويلعبوا على العاطفه نتاع الشعب تشوف انسان مواطن مطحون كان واحد ما هو سمع به ولا على باله به ثم يالله قلبه شخصية وطنية والمشكل وين لو كان راهم ذرك مثلا قال راهم يحوسوهما على هذه القضية نتاع اللحمة هاي يا سيدي يلا شوف دخلوها وراحوا جابوا له اللي تاعو اسم واحد لاعبين تاع ليكيب ناسيونال ويالله وقال يلا نديو البابا نديروا له عمرة وهكذا يستثمرون في هذه القضية ويحوسوهما يمنعوا الشعب الجزائري على جال باش يلتقي فهمت هما شوف نقول لك هما راهم دركا متخصصين في مثل هذه الصراعات راهم كاينين ناس الان راهم موجودين معنا في التعليقات فهمت واحد يلعب في الرول هذه نتاع العروبة واحد يلعب في الرول تاع الامازيغيه واحد يلعب في الرول تاع الشيعة واحد يلعب في الرول تاع السنه وهكذا الخطاب العقلاني الخطاب الموضوعي الخطاب الايجابي اللي هو يوحد الجزائريين ما يخدمهمش ويحاربوه بكل يعني الاصناف يحاربوه يجي انت دوك انت راك في نقاش هو يجي شكون انت يا شكون كلفك وانت شكون انت شكون اللي كلفك انا راه عندي صفحه والدوار والدشره عندي صفحه اني نهضر مع خوتي الجزائريين ديرونجيك الحوار ماني والو ياش ماني حتى ماني لا وزير ولا راني رئيس ولا والو ماني نحوس على حتى حاجه حوس غير نقصر انا وخوتي الجزائريين واش اللي يزعجك انت لكن هما عارفين باللي هذا المخلصين عارفين باللي راه هو يأثر لانه راه هو يلامس الواقع ما يحبوش المخلصين نقول حاجه اول مره انا متفائل انا حياتي مع السياسه بديت السياسه في 1989 وشاركت قلت لك في 88 شاركت في 5 اكتوبر كتر 28 ما موتش سلكني يا ربي نقول لك اول مره في حياتي راني متفائل كنت جيت انا في صيف 95% يفوتوا على افلان ارندي من 2004 لليوم انا كي يكون انتخابات ما شاركش بس نروح نجيب لي ريزولتا يفوتوا 6% 6 حتى 9% 9% دوكا كاين شباب دوكا اللي خليتهم انت قبل ما تروح لفرنسا في عمرهم 16 سنه دوكا في عمرهم 30 سنه باك بلس 4 باك بلس 5 تيرمينال كاتريام ماني مساكن واحد ما يخدم دوكا الديسكور هذاك في التلفزيون ما يشوفوش التلفزيون تاع الجزائر مره سمعت ما يشوفوش التلفزيون تاع والله ما يشوفوا التلفزيون تاع برا او مع اطلس 200 يفلاشيو مع فرنسا مع اوبليس مع الانترنت مع الفيسبوك مع او تشوفهم بارتو راهم بارتو يعرفوا خير انا عندي طفل في عمره 15 سنه يعرف حوايج خلعت منين جابهم دوكا ما كاش كيما بكري دوكا باريزوم الماساه التسعينات
لو كان عندنا الاعلام كان عندنا الاعلام يتجرى جنرال تواتي وجوادي وتوفيق مدين وكلشي يقتلوا 200,000 والله ما يتجرى باسكو ما كاش الاعلام. الاعلام شكون عنده الاعلام في الوقت هذاك؟ فرنسا عندها الاعلام في فرنسا تعاون فيهم القنوات الفضائيه كلهم فاتحين صفحات على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعندهم ناس. انا في واسمو يعني الايامات اللي فاتوا وقفتهم بلك اكثر من 2000 واحد فهمت اكثر من 2000 واحد وقفتهم بالواحد نقي فيهم بالواحد. شوف يدخلوا لما يكون هكذا نقاش كيما هكذا عندهم يبعثوا لهم تيكستو ولا ميساج ولا قال له هجوم فهمت يدخلوا هما في الحوار يطلعوا اللايف هذاك يطلعوا 3000 4000 المهم راهم هما عنده. ومن بعد كاينين الناس اللي هما يتاثروا بالهول هذاك كاينين الناس اللي يتاثروا يدخلوا هما يبداو دوك احنا رانا في نقاش نحكيوا على اوضاع في الجزائر واحد يبدا يحكي لك على القشابيه هذيك القشابيه تاع حرير ولا نتاع كذا النواظر نتاعك كذا ولا كذا يقعدوا هما يسخروا منك ويقعدوا كلهم على جال باش انت تخلي النقاش وتروح انت تلتب التعليقات نتاعهم. وهكذا يفعلون في كل النقاشات اللي هي تهدف لإخراج الجزائر من المحنة نتاعها تهدف إلى إحداث نقاش يعني دخل المجتمع ويدخلوا هما على جال باش هما يحرفوا هذاك النقاش يكسروا هذه اللحمة وهذه الثقة بين الجزائريين يحوسوا على اللحمة هذو أو كل شيء بيديهم أو الإعلام بيديهم قادرين هما درك تشوف منذ سنوات ونحن ننادي على جال باش يكون هناك مؤتمر في الجزائر وفي الخارج منذ سنوات ونحن ننادي من أجل النقاش حول مشروع مجتمع جديد منذ سنوات ونحن ننادي يا أيها الجزائريون والجزائريات يلا سارعوا قبل ما يصير هذا ما يسمى بالربيع العربي أرواحهم تلاقوا أرواحهم تأخوا أرواحهم ننهضوا بالجزائر جزائر عندها الثروات وعندها الطاقات وعندها كذا لا الآن هك تشوف 20 سنة هو في الحكم 20 سنة ومن بعضك يحوزوا على مرحلة واحدة أخرى. لما كانت الناس تحكي على مرحلة انتقالية قال انتم كيف احنا انتهينا من المرحلة الانتقالية وذرك الآن يحوزوا عليها ويحوزوا على هذه ندوة نتاع الوفاق بعد ما كان هذا الشيء الإنسان اللي حكى في المصالحة مع أن تراه يحيي في الفتنة الآن تحوسوا على الوفاق على واش تحوسوا على الوفاق مع أن تراه كاين صراع على واش تحوسوا على الوفاق إذن هما أكتشوف الشيء اللي كانوا يحرموا فيه في وقت سابق الآن راهم يبيحوا فيه نفوسهم. ولكن الشعب الجزائري هكذا من خلال المتابعة تاعي كاين ناس اللي ما همش مأمنين بالخزعبلات تاعهم وعارفين باللي خلاص النظام هذا انتهى لهذه النقطة وبالتالي دوك هما جربوا كل الحلول الآن نحوس على تغيير حقيقي حوسوا على تغيير نظام. أنا من الناس الموضوعيين لا شك هو أنه هذ الناس اللي راهم في السلطات كاين فيه إنجازات أنا مانيش من نوع هذاك اللي هو يحط راسه في الرمل ويدير روحه مكان والو كاين فيه إنجازات ولكن الإنجاز الحقيقي نتاع الوحدة نتاع الشعب مش بشعارات مش بالعاطفة نحوسوا على الشعب الجزائري ذوب هذيك الصراعات اللي راها موجودة هذه نتاع عربي وقبائلي وشاوي نحوسوا هو أنه الجزائريين يلتقيوا حول مشروع مجتمع وننهض بالجزائر على مراحل وحدة وحدة. أما هو أنه يبقاوا يجيوا جماعة قنعونا قال في وقت سابق قال لابد والمرحلة وكذا وفرضوا أمر واقع على الشعب الجزائري والآن نفس الشيء قال إحنا رانا أمام وضع ولابد من كذا مرحلة وكذا يبقاوا هما مستمرين ويراهنوا هاو مات وزمو أيت حمد هاو مات مهري بعض الشخصيات الأخرى اللي راهم قادرين يلعبوا دور مثل الحمروش مثل أحمد طالب إبراهيمي ثاني مع الوقت يروحوا ويجي النهار اللي يروحوا هنا وهكذا ويبقوا هما مستمرين جيل على جيل. احنا نحوسوا على جيل باش نوضعوا نقطة فاصلة لهذا النظام هذا لازم ينتهي إلى الأبد. هذه السياسة نتاع الارتجال هذه السياسة نتاع الانقلابات هذه السياسة نتاع تضييع الفرص على الشعب الجزائري. ياك تشوف سيد مات لمدة 10 ايام وخرجوه خرجوه مقطع لمدة 10 ايام للشعب وقاعدين ها هو الشهيد وها وكذا وها وكذا
وها هو لم الشمل وها وكذا وها وكذا ورا هذا لم الشمل هذا ناس ماتوا في الطريق ماتوا في الطريق ما هضروش عليهم راحوا على جنب باش يحضروا الجنازه باش يحضروا الاخ هذا ماتوا في الطريق ولا واحد يتكلم عليهم لماذا لانه الاعلام كله موجه لهذه القضيه لاخفاء قضايا واحده اخرى فهمت هذه هي تفضل الاخ مراد زيد كلمه نخليه ربما كاش مكان اخرين لا معليش نخليه المهم معرفه خير خويا معرفه خير الاخ مراد انا احنا معارضين اخويا احمد ديك معرفه خير هيا واش نقول لك ربي عين خويا خويا في لما سمح لنا شكرا صباح الخير هيا ربي يجازيك يبقى لك الاخ مراد شكرا شوفوا ترى الاخ رشيد هذا راني دخلتك قبيل الاخ رشيد اخ رشيد الان راهو للاسف الشديد اخ رشيد دخلتك قبيل وللاسف الشديد راه عندك مانع في الهاتف نتاعك اخ طاهر قلت لي جاوبني من فضلك مجتمع جديد باي صيغه يا الاخ الكريم حنا رانا نتحدثوا على جال باش تكون هناك مصالحه حقيقيه راها صراعات موجودة في الجزائر هذه صراعات اللي راها صارت متوارثة فهمت كاين فيه صراعات منذ مدة وكاين فيه مشاكل راها غير تزيد راها تزيد تتعفن والوضع راه غير زايد غير يزيد يتعفن اصبر ترى ندخل قبل كان يدير في التعليقات نشوفه ترى واش راح يقولنا بلاك لا عاد نستفادوا منه الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك مو حاني دخلتك اتمنى هو انه تفيدنا تفضل السلام عليكم تفضل الاخ اللي ترمز الاسم نتاعك وعليكم السلام مرحبا بك الاخ الله يسلمك اهلا استاذ نور الدين كيف حالك الله يبارك فيك منين راك تتكلم فينا الاخ محمد انا اكلمك من الدوحه من عاصمه الدوحه من قطر مرحبا بك يا اخي الاخ محمد هكذا الله يسلمك محمد دايما تفضل الاخ انا محمد كش ما تضيف لنا بعض الاشياء ربما رانا غفلنا عليها او ربما تخالفنا الراي تفضل اول شيء حبيت نشكرك على المجهودات اللي تقدم فيها لانه ممكن ناس كثير تجهل الاستاذ نور الدين الله يسلمك بالنسبه قنوات اللي كنا نسمعوها خاصه في قناه المأساة نعم والمصالحه وكل شيء يعني حبيت بس نوضح نقطه انه المشكله كلها يعني باختصار شديد نعم لا تقيم دوله في الجزائر الا بانهاء الوصايا الفرنسيه أنا نظن هكا يعني هذا رأيي شخصي مليح مش مليح هذيك مسألة أخرى ولكن كيفاش أنت تنهيها؟ كيفاش أنت تنهيها؟ تنهيها لازم يزولوا كل روضة باقي فرصة كنت قبيل كنت مع الأخ وش اسمه الأخ اللي كنت نتكلم معه قبيل الأخ مراد أعطيت له المثل هذاك نتاع البير كيفاش حنا يا هل ترى نشربوا الماء ولا نحفروا البير ولا نحفروا البير باش نجيبوا الماء نفس القضية هذه شوفوا نقول لك هذه المسألة هذه انت نهار اللي توصل للسلطة تغير هذا النظام ومن بعد انت يا دير اكتفاء ذاتي غذائي ما تصيرش انت محتاج للبابور راهو عندي كل شيء في الجزائر احنا الان درك راه كاين مسمول وكان هما يغلقوا عليك البابور راحت البلاد انت ما لازمش تدخل في صراعات لا مع فرنسا ولا مع دوله واحده اخرى ما لازمش تدخل في صراعات حتى في الجزائر انا ضد هذه الفكره هذه نتاع انك انت تروح تستفز جهه ولا واسمه ومن بعد انت تحوس على جلب باش توحد الجزائريين ما تقدرش لازم لا انت الاخ مخدين أصبرني. أنا قصدي لازمك أنت تخدم في الجزائر نهار اللي أنت توصل للسلطة وأنت دير مشروع جزائري اللي هو يلم جزائريين كامل
النهار اللي فيما بعد انت تدير اقتصاد فهمت وتبني مصانع وتحقق انت الاكتفاء الذاتي وتصير انت ماكش محتاج لدوله واحده اخرى، هذه المساله هذه نتاع الوصايه الفرنسيه تولي انت هي تحصيل حاصل. اما هو انك انت تديرها كيما راه درك هكذا كشعار، ولا راني ضد فرنسا ولا راني ضد فرنسا، انت راك تنوض في هذوك الجماعه على جال باش هما مش راحين يخليوك تتحرك خطوه الى الامام. الاخ نور الدين، انا ما قلتش اني ضد فرنسا، لا انا عمري ما ننسى التاريخ، وفرنسا يعني بالنسبه لي انا تاريخها ملطخ بالدماء. يعني فرنسا ماهيش ملاك، فرنسا انت عارف واش عملت في الجزائريين، عارف واش عملت في جدودنا، عمرنا ما ننساو. نعم انا قصدي انا المفهوم نتاعي حبيت نوصل لك انه اسباب المشاكل اللي تحدث في الجزائر وراءها فرنسا. نعطيك مثال. نعم. تأميم البترول. نعم. تأمم على يد المرحوم الهواري بومدين. نعم. يعني مثل ما قال السيد أحمد شوشان أنه التأميم صرا في 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 يعني في 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 اتفاقيات. وقال لك لو تقرا الاتفاقيات هي اللي حددتها فرنسا، ما في تأميم، يعني ما كان حتى تأميم. كانش منها فهمت الكلام هذا اللي راك تقول فيه؟ كلام غير دقيق، كلام غير دقيق. لا دقيق. الكلام ما على بالكش به منبا. لا الاخ الكريم، شوف شوشان هذا انا راني نعرفه، فهمت، راني نعرف شوشان ونعرف الافكار نتاعو. راني قلت لك انسان هذا اللي راهو يحوس هو لانهاء الوصايه الفرنسيه، راني قلت لك انهاء الوصايه الفرنسيه. اولا الثوره على واش قامت؟ على واش قامت الثوره؟ فالثوره قامت على جال باش هما يديروا يخليوا الوصايه الفرنسيه. الثوره على واش قامت بالاساس؟ قامت من اجل طرد الاحتلال. طارت من الثوره قامت على جال باش هما يديروا الدوله الجزائريه، فهمت، على اساس المشروع اللي اتفقوا عليه في بيان تاع اول نوفمبر، فهمت. تذوق كي تقول لي انت الوصايه الفرنسيه، شكون درك اللي راهو مسؤول هذا على عياش هذا در؟ فرنسا ثاني، شكون؟ لا قضيه عياش تختلف. قضيه عياش ايه، هذه حاجه من الاف الحاجات، حاجه من الاف الحاجات. درك المساله وين راها؟ وشكون اللي راهو دوك راه مسؤول على بن غبريط هذا؟ شكون اللي راه مسؤول دوك على التلاعب بالدستور؟ وين راهو هذا القاي صالح؟ وين راهم هذه الجماعه دوك اللي راهم درك في السلطه هذا؟ شكون مخليين درك هما مخليين الجزائر؟ شكون هو اللي كان مع بوتفليقه؟ شكون اللي كان هو عقب واسمه يدعم فيه؟ شكون؟ مش القاي صالح اللي جا ليه هنا لفرنسا واستقبله بالروب دو شومبر؟ خلينا يرحم بابك، خلينا من اسمه، قال له فرنسا خليك يرحم باباك، انا هاني في فرنسا راني نكلم فيك في فرنسا باللسان عربي. فرنسا جايه هنا في الرؤوس، فهمت، وهذه مش مساله نتاع يعني فرنسا نتاع قرار، هذه مساله نتاع توعيه، مساله نتاع بديل. هاك تشوف انت الناس مسكرين لهم الوسمو. تخيل انت لو كان راه جا دوك ما كانش الفيزا في وسمو لفرنسا، هاك تشوف فيهم الناس رايحين لتونس، رايحين يديروا الريفيون في تونس، في الجزائر يبيعوا في السابان، في الجزائر يبيعوا في لابيش دو نويل، هذيك في الجزائر عايشين على فرونساز في الجزائر. واش من فرنسا يا راجل العين بليز؟ هاني عايش في فرنسا، هاني نتكلم معاك بالقشابيه من قلبي في قلب فرنسا، وراهو كاين اللي راهو يشوف فينا في الجزائر يقول لك شوف هذاك ومتخلف، هذاك عايش في فرنسا، فهمت، في الجزائر يتكلموا بالفرنسيه، فرنسا ساكنت لهم في العقول، فهمت. وهذه المساله احنا دوك المشكله راها موجوده في الوعي نتاع الشعب. صحيح هو انه كاين قرار
اللي هو مش قرار سيادي. ولكن هذا باش انت تديره لما انت تروح تجيب ذرك رئيس تحطه انت، راك اخترته انت بالمقاييس اللي راك تحوس عليها. هاي ها هو رئيس هذا، وراك درته انت بالمقاييس اللي انت راك تحوس عليها. هذا الرئيس راهو هو مع انهاء الوسائل الفرنسيه، يلحق ثم 24 ساعه ينجكتيوه بالسلامه بالعافيه، تربح روح انت والوصايه نتاعك. راهم درك شوف نقول لك هذه المساله هذه باش تعالجها نهار اللي انت تبني دوله سيده وعندها قرار سيد، نهار اللي انت قلت لك انا يكون عندك اكتفاء ذاتي، فهمت؟ يكون عندك اكتفاء ذاتي في كل المجالات، ماكش محتاج لدوله واحده اخرى. في ذاك النهار انت يتكلم قال مثلا واحد في البلاد راني انا في السلطه، تكلم واحد سكر له الروبيني تاع البترول ما نهضرش معاه، خلاص سكر له الروبيني تاع البترول، سكر له الروبيني تاع الغاز. ولكن درك الان تحتاج ليه شويه تجي الناس يجيو يداويو، كبار المسؤولين كبار جنرالات يجيو يداويو في فرنسا في فال دو غراس، ولادهم يجيو يداويو، ولادهم يجيو يقراو الى غير ذلك. تجي تقول لي انت راك محتاج، راك محتاج الان لدوله واحده اخرى، ماكش محتاج لفرنسا، تروح للصين نفس الشيء، تروح لامريكا نفس الشيء، تروح لالمانيا نفس الشيء. نهار اللي انت تحقق الاكتفاء الذاتي في البلاد، نهار اللي انت تصنع الصناعه نتاعك انت، النهار اللي تصير انت تلبس من الصناعه نتاعك وتاكل من اليد نتاعك وتصير انت ماكش محتاج لدوله واحده اخرى، في ذاك النهار بدا حكي انت على هذه الاشياء. فهمت؟ تا احنا رانا الان رانا نتحدثوا في المواقع نتاعهم، راك انت تتكلم الان تتكلم بالتليفون خاطئ، التليفون صنع جزائري، فيسبوك صنع جزائري. لا مو جزائري. ايه وباش كيفاش انت تنحي هذه الوصاية؟ باش تنحيها بالضراط مثلا، باش تنحيها هذه لازم لها شغل. تجي النهار ان شاء الله ايه ان شاء الله تنحى ان شاء الله ان شاء الله يروحوا كاع المزبله التاريخ ان شاء الله بربي. تفضل اخويا انا ما نطولش عليك، حبيت نشكرك اخ نور الدين بزاف، بارك الله فيك. بارك فيك ربي مخلي. شكرا الاخ الكريم محمد من قطر. تحب تزيد ضيف كلمه ولا هذيك تفضل باش نمر الاخوه اخرين. لا الله يسلمك، حبيت برك نسالك على القناه البث تاعها تغير ولا في نفس الايام يعني؟ واش من لانه مانيش راك تهضر الاذاعه نتاع وطنيه؟ قناه وطنيه نعم. متوقفه توقف حاليا في حوارات هكذا مباشره على الصفحه نتاع المصالحه الجزائريه مره على مره، وقت ما اتيحت لي الفرصه على جال باش ندير نقاشات هكذا او ساعه ندير مداخلات هكذا. ربي يوفقك. ربي يوفقك اخ محمد. ربي يبارك فيك اخ محمد. نمر الاخوه اخرين شفتنا شوف ترى هذا الاخ باشا، اخ باشا عندك خلل في الهاتف نتاعك، شوفوا ترى مع هذا الاخ اللي رمز للاسم نتاعو بتشيدو نفس را. يبدو هو انه عندك خلل في الهاتف نتاعك، عندك مشكله الاخ الكريم اللي ترمز للاسم نتاعك بتشيدو، عندك مانع في الهاتف نتاعك. الاخ سمير قبيل لك شفت التعليق نتاعك، اخ سمير نفس الشيء يا اخي راني قلت لك المره اللي فاتت، فهمت؟ اصبر تشوف كاين واحد قبيل نفسه هو نفس الاخ هذا اللي راه هو. شوفوا ترى الاخ هذا محمد مباركي بالك لا مرحبا بك الاخ محمد. وعليكم السلام. واش راك شيخ لاباس؟ ربي يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ محمد؟ بو فارك. مرحبا بك الاخ محمد. معكم. تفضل الاخ محمد. بون خويا الاوضاع اللي رانا فيها اليوم والمسؤول عليها باينه شكون؟
السلطة هي اللي وصلتنا لهذا الشيء، النظام تاعنا هو وصلنا لهذا الشيء. هيا احنا باش ناس راهي تموت، ناس تريسكي، ناس عندها 1% باش توصل لهذيك الجهة، و99% تموت وتخير باش تموت باش تكيتي البلاد، سيك هذوك الناس هما اللي سببنا. هيا حنايا هذه السلطة وهذو المسؤولين وهذو قاع الناس اللي راهي مسؤولة اليوم في البلاد هما سبب الشعب هذا، هما فاشلين، هما اللي يغلقوا كل شيء وش الشعب تاعنا. هذه الناس قاعد تعرفها أخي، أخي معايا؟ نعم، ولكن وش هو المطلوب شوف الأخ محمد؟ احنا رانا المطلوب على بالنا باللي درك يرحم هذا السلطة هذه سلطة فاسدة، وراها هي اللي وصلت لهذا فاسد، الشعب الجزائري لهذا الاحتقان وهذه الكوارث. هو ما كيفاش وصلوا احنا علاجل باش هو ما نحيو هذه السلطة هذه؟ هذو يروحوا كيما حبوا، باسكو خلاص الناس اخي خلاص الناس فاقت. ونزيد نقول لك حاجه، الضربه اللي في قتلنا واللي في قتل ناس بزاف كانوا الاخر، الضربه تاع هذه تاع ذاك الانسان اللي طاح في البير عبك، ولات حفره غلبت دوله. ما كاش مسؤولين ما على بالهمش بالشعب تاعهم، ما كاش شعب، ما كاش اللي على باله الشعب واللي هرب بيه هذا مكان. خلاص يروحوا حاجه مليحه يديروها، يروحوا يخرجوا الى سمحوا لهم برك، الى ان شاء الله الشعب يسمح لهم، هذا هو الحل. ما كاش شوف باش يقولي والله تعطيها لهم 100 سنه واخد اخرى، والله غير تبقى هي تبقى نفس العقليه، نفس السياسه تاع السرقه، تبقى بزاف صوالح راك تعرف خير مني والله، قدامك تعطيها لهم 100 سنه واخد اخرى الى يخرجوا الشعب واخد اخر، يخرجوهم من الغرقه كيما هذا. احنا رانا عايشين في مكاش. سقسيك حاجة برك، كإنسان اللي معوق تعطي له 400,000 كيفاش يعيش؟ 400,000 كيف وش تدير له 400,000؟ انت راك مخالط ناس خير مني في اوروبا، في الاوروب سميك تاعهم شحال؟ يراه اكثر من 1200 اورو 1200 اورو كي تضربها احنا في دراهمنا شحال تعطي لك؟ بالك اكثر من عشت 20 كيفا؟ مليون صحيت تخرج لك اكثر من 20 مليون. احنا هنا يا سميك 1800 18 دينار ما تعوضلكش 100 اورو ثم باش تشريها تريكوت بو ثم وتشريها صوالح، هذاك وش تقضي لك؟ يعني شوف المستوى تاعنا، شوف وين لحقونا، شوف كيفاش طيحونا دراهمنا، كيفاش ردونا، طيحونا كلش. خلاص احنا على بالك كيف الناس عايشه بدعوى الخير، والله العظيم غير بدعوى الخير، والله يا الشعب هذا غير وكي كي المحرقه خلط فيه يطرطق. خلاص الحق الدرجه وانت مسؤول يمناصيك يقول لك تايا، تحب تفهم تولي للعشريه، تولي كيما كنت بكري. هذا وش من المسؤول هذاك فدير فيه ثقة؟ وش من ثقة بقات؟ ما كاش ثقة بين الشعب والمسؤول. ونزيد نقول لك حاجة، هذه باش نخلي الناس تتدخل، باش ما نشتكمش، والله العظيم غير عند ربي يتحاسبوا عليها، والله غير بطبيعة يتحاسبوا، الحال الأمر مفروغ منه. والله العظيم والله غير يتحاسبوا. اللي مات في البحر غدوة من غدوة ينوض ويقابلهم، واللي كلاو له عرقو، شوف اي واحد انظر والله غادي تحاسبه. انت مسؤول تولي شعبك، تجوح في شعبك، مسؤول ترى تلحق شعبك. لا هذا لا هم انا شوف متحدث نقول لك، الاخ محمد هكذا، الله يهويهم. اخ محمد قلت لي من بو فريق، شوف انا مانيش من النوع هذاك السلبي هذاك، والله من النوع هذاك اللي يشوف الامور كامل سواد. شوف اي انسان، يعني لو كان انت دوك مثلا تجيب رئيس، فهمت، تجيب رئيس انت وانت تنتخب عليه وتحطه ثم، ما راهوش رايح يحقق حتى نتيجه. علاه دوك مثلا دوك مثلا في الفتره هذه نتاع بوتفليقه، رغم انه هو لم يصل بطريقه ديمقراطيه، يعني قال مثلا فيه ترشحات ومن بعد انسحبوا المجموعه هذيك لانه كان فيه تزوير وكان فيه يعني انحياز من طرف السلطه الحاكمه انذاك المتمثله في المخابرات، المرشح الوحيد. لكن مع ذلك
راها دخلت الالاف نتاع الملايير. ومع ذلك رغم انه راهم قال مثلا نهاو هذه المساله نتاع الديون، ورغم ذلك قال ما راه مثلا راه نفكوا الخناق على الجزائر، كانت ربما راح تروح للوضع كارثي اللي ربي على باله به. ولكن رغم الانجازات اللي نقولوا مثلا راهم حقوها، قال مثلا بناوا داروا طرقات، قال مثلا داروا ما على باليش انا جامعات، قال داروا ملاعب، داروا مراكز تجاريه، داروا كذا داروا كذا. لكن يا هل ترى الوضع نتاع المواطن الجزائري الان سواء تعلق الامر بالقدره الشرائيه او بالحاله النفسيه نتاع المواطن، هذا المواطن اللي راه درك هو يروح يرمي روحه في بير، وهذا المواطن اللي يروح يرمي روحه هو في البحر، فهمت؟ وكل واحد كيفاش راه. تشوف انت دوك انا راني مره على مره نقرا في التعليقات نتاع ناس يا صاحبي كاين منهم اللي حتى ضباط في الجيش، ضباط سامين، ضباط سامين عقيد وما فوق، عنده لا روتريت تاعو يحوس يخرج للبلاد، وراك رايح يا صاحبي، فهمت؟ وراك رايح. المساله ماهيش قضيه نتاع انجاز، انت تخدم لي طريق وتخدم لي انت مستشفى، ولكن حاله المواطن النفسيه، لانه لم يتم التركيز على المواطن، ما كانش التركيز على المواطن. بالاضافه الى انه هذ الناس اللي راهم في السلطه، والله هذ الناس اللي راهم في وسائل الاعلام ما مش موضوعيين، ما مش ينقلوا في الحقيقه نتاع المواطن. تاظر قال المواطن راهو يسال قال شكون هذا، عياش علاش راح رمى روحه في البئر، علاه، شكون اللي رماه، فهمت؟ علاش ما جبدوش، كان يعيط ويقول داد خرجني وكذا، ما يجيوش يخرجوه. وبعد مده قال هو مات، من بعد ما يوريوش الجثه نتاعو وهزوه، قال لك هام داوه للمستشفى نتاع بوسعاده، عوض هو انه قال مثلا تكون فيه تحليلات وتكون فيه كشف الحقيقه، لا لا، قال لك داوه يلا راحوا دفنوه بسلامه بالعافيه، وهام داو الباب هام هداو له عمره وكذا. يا صاحبي عمره باش يسكتوه، تحدث مع شعب، راك تحدث مع جامعيين، راك تحدث مع ناس وكذا، ومن بعد يجيبوك في قناه النهار هام جابوا الصاحب نتاعو الحميم واجي جابوه قال يضرب في القصبة في مقطع فيه 10 ثواني وقال هاو فنان. يا ودي راك تحكي مع ناس جامعيين، يا ودي راك تحكي مع ناس مقتنعات، ناس مثقفين، صح؟ خلاص هما هذو، هما على بالك هما هذو المسؤولين، خلاص هما دي شامبيون في هذو الصوالح، في يغلقوا الدوسيات ويسكتوا الشعب وكاع. انا نقول لك حاجه والله العظيم، هذه المساله تاع هذه اللي تحكي عليها تاع هذا الشاب الطفل اللي طاح في البير، والله غير كاع هما يتحاسبوا عليها، والله غير كاع باسكو الناس عباك. هنا دوك شوف، مع كل احتراماتي، هنا كاين بزاف قطاعات فاشله، هذه السبة تاع البير بزاف، كاين بزاف قطاعات فاشلة. نعطيك حاجة برك، شوف القطاع تاع الحماية المدنية نهضر لك قطاع، مانيش نهضر لك على الأشخاص والناس اللي خدمت، ناس خدمت 9 أيام، ماني معاك. كاين ناس دخلوا برشوة، كاين ناس ما دخل واحد برشوة ولا بالمعرفة راح تنتظر من اليوم ما تستناش ما تستناش يدير لك خدمة. أنا نقول لك هذه الحماية المدنية اليوم نفس الشيء في كيف الجيش كيف. لما انت تروح انت ضابط انت يدخل بالرشوة، مش راح تنتظر منه هذه الرشوة؟ هذه انا نخلصه باسكو صدقني، وكان صرات في بلاد واحد اخرى السيد يخرج نورمال، يخرج يخرجوه نورمال. قطاع فاشل، ما يطيحش اصلا، قطاع يولي الوزارة ما يطيحش، والله ما يطيح اصلا، والله ما يطيح. فاشلين هذو الناس، فاشلين. هذا هو الفاشل اللي نحكي لك عليه، من تحت وطلع قاع كيف هذو لازم يروحوا، لازم العقلية دي تبدل خلاص، لازم يروحوا ويجوا ناس، والناس كي يجوا هذو لازم نصبروا عليهم، مش راح يجيك ثم باش يخدم لك، ولا غير لازم نصبروا، ولا غير ربي لينا، ولا غير واش جاي غير صعيب، ولا غير صعيب واش جاي الناس. لازم الواحد خلاص، حبك دوك الناس درجة تاع الوعي تاعهم هاي زادت، الناس خلاص راحت هذيك تاع تكذب على الناس والاخر وتسكت الناس خلاص. صدقني غير كما يقول تلقى مرأة حامل في البحر ياكل فيها الحوت يا صاحبي. لحقت الناس بكيت من الاحتقان، من فقدان الامل للدرجه. ومع ذلك عوض هو انه ينظروا للحاله نتاع المجتمع،
رايحين يزيدوا يبولوا على الدستور ويزيدوا يبولوا على الشعب. السيد راهو ميت، راهو غير الكادر يمشي، ومن بعد والو حوسوا على 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 مرحله واحده اخرى. صدقني باللي لحقنا لحقونا هما لحقونا الدرجه اللي رانا فيها، ناس فاشلين عندهم مسؤوليه، ولكن الشعب ثاني مش يعني بريء من هذه المسؤوليه. فهمت؟ على والله غير شوف احنا نسالوا فيها هذا الناس، هذو منين جاوا نسالوا فيها احنا. ايه بصح صدقني باش يطلع شوف انا فاهمك، انا الناس كاين ناس بزاف مساكن، الناس ماهمش مادام يطلع لك انت مسؤول وزير اول في البلاد ويهدد الشعب تاعو ويقول له يتبع هكذا يتولي كيما كنت بكري في العشريه السوداء. الناس خافت، الناس ماهيش حابه تولي، الناس ماهيش حابه تزيد تطيح ارواح. الناس هذه اللي شدتهم وما فيهاش غلبونا في هذه، لازم الواحد ما يكذبش على روحه. الناس ماهيش حابه تبش مسؤول يطلع يهدك هكذا يقول لك يا هكذا يتولي كيما كنت. واش تستنى منه؟ تستنى منه حي خدمك؟ تستنى منه راح يجي ليك؟ تستنى منه راح يطلعك؟ تسمح لي، احنا نسالوا فيها ثاني، احنا واش هو يصرانا؟ احنا عندنا مسؤوليه، عندنا النسبه اللي نسالوا فيها باش واش صرانا. احنا سكتنا بزاف، ضرينا بزاف وسكتنا بزاف. بصح اليوم لازم هذو الناس الفاشلين، لازم الشعب لازم يعرف باللي خلاص هذو الناس ما يديروا لنا والو. هذو الناس يزيدوا يهبطوك يردوك للور، هذو عطيها لهم 200 سنه يبقاو هما هذو خلاص. ناس سراقين تاي الدراهم اللي كانوا عندنا والدراهم اللي خسرناهم، وتاي انت ما تجيوش تخدم لشعبك، ما تجيوش دير له كيما يقول القاعده، ما تجيوش دير له الاخر، ما تجيوش تخدم له تخرج شعبك. شوف برك كيف كنا والبيطال البورسونتاج شحال راه يزيد، وخلي 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 الله يجيب الخير، والله غير الله يجيب آمين. الخير هذا واش نقوله، وربي يقدرك ويعطيك الصحه استاذ ونشكرك على الخدمه اللي راك دير فيها، وان شاء الله تصيبها الفوق ان شاء الله. ان شاء الله بارك شكرا الله اخي محمد، وتحيه للاخوان تاع ابو فريك. بيبرك فيك الاخ محمد. شوفوا ترى نفس الشيء الاخ الكريم اللي ترمز للاسم نتاعك بتيدو، نفس المشكله راهو عندك مانع في الهاتف نتاعك، عندك مانع في الهاتف نتاعك، واذا ما راكش تستعمل في الهاتف ما تقدرش تدخل. شلون تكون عندك كاميرا ومن بعد ويكون عندك خط صحيح باش تقدر تشارك، اذا كان ما عندكش هذو ما تقدرش تشارك، اذا راك تستعمل في الكمبيوتر ما تقدرش تشارك به. نفس الشيء الاخ رشيد، راهو عندك خلل. ربما كشمي يلتحقوا إخوة آخرين في انتظار، ربما كشمي يزيد يطلع واحد من الإخوة اللي تكتبوا في التعليقات مرة على مرة، إذا نقرأ تعليقات يكتب لك واحد طلعني، يا ودي أطلب الإضافة، جي تكتب لي أنا تعليق وتقول لي طلعني، أطلب الإضافة بمعنى أنه راه كاين فيه ثم العلامة متاع الإضافة، اطلب الاضافه من بعد نطلعك ودلي بالراي نتاعك. المهم الاخوه والاخوات، انا نحب دائما نكون موضوعي ونكون ايجابي. المسؤوليه راها مشتركه، فهمتوا؟ المسؤوليه مشتركه، كاين الناس اللي راهم درك هما في النظام راهم يبذلوا في مجهودات، ولكن في المقابل كاينين مواطنين اللي راهم يخربوا فيها، ونفس الشيء في المقابل تلقى كاينين ناس مواطنين راهم هما يخدموا ويساهموا وكذا، وناس راهم في مسؤوليات مختلفه راهم يدمروا فيها. مسؤوليات مشتركه، كاين الناس اللي راهم يخدموا، كاين الناس اللي راهم يفسدوا، حنا نتعاونوا مع الناس اللي يخدموا. لما نشوفوا واحد قال مثلا جاب فكره ولا جاب مشروع ولا دار مبادره، وراه هو يحاول من خلال هذيك الفكره ولا من خلال هذاك المشروع ولا من خلال هذيك المبادرة راهو رايح يقدم هو خدمة للمجتمع، أنا نقف معاه ونساندو وندعمو. لما نشوف واحد يفسد، شوف واحد قال مثلا راهو هو يثير في صراعات مثلا بين أبناء الوطن الواحد، أو قال مثلا هو راهو عنده مشروع هدام، أو قال هو راهو مثلا يسعى لتدمير البلد وتدمير المنجزات نتاع البلد، أنا نقف ضده.
ما لازمش نشوف انا قال مثلا هذا ابن المنطقه نتاعي او ابن الحزب نتاعي او ابن المله نتاعي وقال انا نسطر عليه. شوف ترى هذا الاخ هذا باشا راني اضفتك لالله يا الاخ الكريم. هذا الناس ما مش راحين يشبعوا هذو ما تعمر الكرش تاعهم غير التراب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا بك. صافا لاباس الحمد لله. الله يبارك فيك. منين راك تكلم فينا الاخ الكريم؟ انا نتكلم معك من برشلونة. مرحبا بك. كيفاش الاسم نتاعك؟ فارس. مرحبا بك الاخ فارس. واش تحكي لنا فارس؟ شوف كاين واحد ليستوار تاع الصين كي كانوا يبنوا في السور هذاك العظيم. باسكو كانوا يبنوا فيه في السور باش زعما ما يصدموش عليهم في المغول وسمو كي كانوا في الحرب. وكانوا يصدموا عليهم واش يقولوا؟ يقولوا نزيدوا نعلو في السور ويزيدوا يعلو. وكانوا يزيدوا يعاودوا يصدموا عليهم يقول لك واش نديروا يزيدوا يعلو. وهذو كيفاش كانوا يصدموا عليهم؟ كانوا يصدموا عليهم باسكو كانوا يخلصوا هذوك العساسين اللي كانوا يحكموا الصور ويدخلوا. دوك هادو الصين الغلطه وين؟ انهم اهتموا باش يطوروا الحجر ونساو باش يطوروا البشر. دونك سي الميم بروبليم اللي عندنا حنايا. دونك المشكل الكبير قبل شوف قبل ما الاقتصاد وقبل ما نديروا زعما نديروا دي انستيتيو باش نعاونوا ونديروا ونعملوا لازم نطوروا البشر. صح لازم نطوروا العقل. تدخل البوشي يسرق الاليمونطاسيون يخدع اللي يديروا اللي تحطوا باش يدير رقابه يقدر يدير رشوه واللي تروح يخدم شكون عايش شكون تبعتك واللي يسمو من الزيرو. لازم لنا بنيه تحتيه من الزيرو باسكو كاع ما كاش الفساد ماكل الدنيا. هذاك اللي يديروا باش يكونترولي زعما او جا بريزيدون جبنا بريزيدون واحد اخر وقلنا خلاص نبدلوا الدعوه ونروحوا هذاك اللي يديروا حيد يديروا يكونترولي لك يرشوه راح فوت هدايا فوت باسكو هنا صح هنايا لازم ها شوف هزان هادو حاجه صغيره نقاو لا بروبروتي هام لي زوروبيه تلقاه يرمي ما يرميش تلقاه مام كي يرمي هذاك النظاف كي يخدم خدمه نقيه صح. والله غير يخدم ويرفد. حنا تاعنا يا نعطيك اكزومبل زعما فين نظاف فايكزوم في الجزائر عندنا واحد النظاف ومن بعد كي زعما نخرجوا حنا تما في الحومه ولينا من داك نحبوا نعاونوه زعما كتعطيلو 20000 تعطيلو 10000 10000 تعطيلو السيد ما ولاش يخدم ولا توجي ريح عند الباب ويسنى في الناس خارجه وداخله واسمح في الخدمه باش يسنى غير هذيك 10000 وهذيك 20000 سي هنا الله يعاونك. وفاش الله يعاونك غمامك تخلص نقي مليح وعيش اسمه زعما تقول نخدم لهم تخطوة هكا وين تمشي الناس تلقاهم قارين فيه طنوبيلات اسمه وين رانا رايحين هنا تشوفوا هنا تشوف فروج وحده 5 تاع الصباح 4 تاع الصباح ما يفوتش يستنى هاي تاعنا ديرلو فروج والله ما سامع بيه كاع. دوك البروبليم الحاجه الاولى يزم هنا سي تدخل لافاك هنا انا شويه ايتيديون هاك لافاك هذيك تقول هذه واحد ما تخلي يقرا فيها حنا هذيك لافاك تاعنا تاع سعيد حمدي بناوها جديده والله ما تقدر تروح تشوف هذوك اختو جديده. واش راك تدرس الاخ فارس؟ انا دروا انترناسيونال بريفي. ربي يكون معك ان شاء الله. دونك سكيفي الاخر فينا يسرق ويخدع صح عندنا الوسمو ومن بعد نخمو نعطيك برو زعما نعطيك اكزومبل زعما نهضروا زعما حنا على ليكونومي هكا نديرو نسقمو ليكونومي والدنيا زعما داروا لنا لونساج عم داروا لونساج زعما باش زعما ينقصوا البطال هذوك اللي هالشركات اللي قدرتهم اسكو كاش نهار خدموهم جامي خدموا لا هما شوف نقول لك سامحني برك نقاطعك في هذه النقطه برك باش نوضح المساله. هو شوف الاخ فارس الدوله هي لما دارت هذه المشاريع هذه نتاع واسمو نتاع لونساج الهدف نتاعها هي مش من اجل قال مثلا امتصاص البطاله نو
والله قال اعطاء مشاريع قال هكذا نو هما الهدف نتاعهم بناء زعما قال مؤسسات متوسطه صغيره برك صبرني برك عندك الفكره هذه برك ونعاود نرجع لك الكلمه هما الهدف نتاعهم زعما قال لما انت تبني مؤسسات اقتصاديه صغيره يعني قال رايح نقولوا مثلا نقولوا الثمار تاعها ما يطولوش في الاقتصاد ما يطولوش تسمى قال مثلا على المدى المتوسط والله المدى القريب راها رايحه تبدا تجيب في الثمار تاعها لكن المشكله وين راها انت لما مثلا نقول مثلا دير انت مثلا الناس اللي راهم قال مثلا تشغيل الشباب ناخذو كمثال مثال الولايه نتاع البرج بحكم هو انه انا من المدينه نتاع على برايت يعني بترول كاتيا منين من البرج منين لا لا سمع على اصلي من البرج صح انا ماشي برج انا متزايد بس اصلي ما شاء الله سنجوي الكويشة شوف الاخ فارس دوك انت قال مثلا كمثال يعني ولايه نتاع البرج انت راك قال مثلا راك حاكم مثلا المركز نتاع تشغيل الشباب وراك انت مثلا دير في هذه المشاريع تحدد انت المفترض هو انه تحدد المشاريع قالها هو مثلا محتاجين في الولايه نتاع البرج قال مثلا مصنع نتاع بلاستيك هذا يعطولو هذا يعطولو دي زيتود دو بروجي ها يفو توجور دي لي زيتود تاع البروجي تاعك نعاود نرجع لك الكلمه قال مثلا شوف قال مثلا انا نحتاج مركز والله مصنع نتاع بلاستيك نحتاج انا مصنع تاع ذهب نحتاج انا مصنع نتاع ما على باليش انا تاع زجاج نحتاج انا مصنع كذا مصنع كذا نحتاج انا كذا ومن بعد انت قال دير منافسه والناس يكون عندهم على الاقل اختصاص انت كيفاش انت تروح تعطي انت مشروع نتاع تشغيل الشباب نتاع واحد مثلا نتاع بلاستيك وهو عمره لا دار تكوين بلاستيك ولا دار ستاج ولا كذا واش راك واش النتيجه اللي راك راح توصل لها رايح توصل هو انه واحد ثم يجيب واسمه مثلا ما شنو والله وربما يعجز ما يقدرش هو يسيرهم لانه ما عندوش الثقافه هذيك تاع البلاستيك ولا كذا وكاين بعض من الناس اللي هو قال مثلا يحب يربح ثم ما ينتظرش هو قال مثلا انا نخدم لازمني نقعد انا مثلا 5 سنين ولا 10 سنين على جال باش انا نسلك الماشين تاوعي ونبدا انا نجيب في الارباح هو يحب في عام ويربح من بعد انت راك رايح توصل للفشل احسب ترى قداش من واحد راهو دا دار واسمه مؤسسه هذه باسم تشغيل الشباب وراهو هو فشل في المشروع نتاعو وباع الماشين هذوك قال مثلا بربع السوم ولا بنص السوم دوك المشكل هنا متوازن المشكل في هذاك اللي راح يدير البروجي ما داش لي زيتو تاعو مليح ما عرفش الفيوتشر تاع سمو وزيد تانيك في الدوله علاش لان الدوله كاين كي واحد يروح يدفع زعما كي يدير كايد ريشارج يروح يدفع باش صح ما يحب ياخذ البروجي يدفع دوسي واش يديروا له ينحوا له ورق يقولوا له دوسي تاعك ماشي كومبلي ما جبتناش هذه باش يعطوهم المعارفهم وحتى الرشوه ايه دوك مام هذاك الاسم هذاك مام اللي يشد لي بروجي هذاك يخدم في لي بروجي الرشوه وين انا رايحين وين انا رايحين قالوا دوك مثلا راهو رئيس هو قالوا انه هذه الفكره هذه نتاع واسمه نتاع مولود حمروش يعني ماشي نتاع بوتفليقه خاطر كاين بعض الناس يعتقدوا من انه نتاع بوتفليقه نتاع حمروش هذه بدا بها في 90 لما انت دوك مثلا يكون هو الرئيس راهو نظيف وراهو نزيه ويكونوا هذو الناس اللي راهم في المجتمع هما راهم دوك الرشوه والسرقه وكذا واش راح تبني انت يا تروح تجيب دوك مثلا تستثمر انت 200 مليار دولار مثلا ولا 800 مليار دولار تستثمرها من بعد تولي واش تصير لك يصير لك استنزاف للاموال هذيك تروح انت كانك انت راك ترمي فيها اكزاكتو شغل شغل دوك المهم زعما راح تجيب زعما رئيس راح تجيب رئيس زعما اي خلاص نازيه واسمو مي صح مام الرئيس هذا ما يقدرش يمد ما يقدرش غير لابارول تاعو اللي تجوز عافاك دي زيتاب ويحكي حبي يمد رئيس من الناس تفوطي ويزم هادي ويزم لا استشارات فيه استشرى فيه الفساد مجتمع استشرى فيه الفساد والسرقه بزاف بزاف شغل ما يمكن تجيب لهم هذاك زعما شغل كي تجيب لهم بريزيدون زعما يصلح ولا باس به شغل شفت كيما سيدنا عيسى عليه السلام في لابيب كي هضر مع القوم تاعو قال لهم انا حاب نقول لكم بزاف عفايس دوكا مي بصح ما تقدروش تفهموها دوك كي نروح انا يجي واحد من مورايا
يهضر باسم الله ويتكلم بالله ويزيد يشكرني انايا. تسمى كي كان يهضر على سيدنا على محمد عليه الصلاه والسلام. شغل هكذاك انت كي تجيب لهم دوكا بريزين الصح قوي ويفهموا شكون حيخاطب؟ واش حيخاطب؟ على بالك حتتبدل هكاك. يلزمنا بنيه تحتيه، يلزمنا الشعب هذا يفهم، يلزم يفو با يفزد وين يروح يخلي بلاصه نقيه. ايمانيتي ايمانيتي هذه بلا اسمه بزاف على الاراده. تا دوك مثلا انت لما تدير مثلا انتخابات وتحرص هو انها تكون شفافه ويكون هناك تكافؤ نتاع فرص، بحيث هو انه قال مثلا راه رايح يكون تنافس على المشاريع مش على الاشخاص، والمواطن هو راه يعرف في بلديه معينه يعرف قال هذاك ها ولد اصل، قالها وهذاك عنده مستوى وكذا وهذاك راه عنده مشروع، وتحترم هذيك الاراده الشعبيه. انت لما تخدم هذيك الخدمه على مستوى البلديه وعلى مستوى قال مثلا الولايه وعلى مستوى المجلس الشعبي الوطني وعلى مستوى الرئاسه فيما بعد، انت وانت تشجع الكفاءه وتشجع الابداع وتشجع الناس اللي راهم يخدموا في البلاد، فيما بعد انت راك رايح توصل هو انك انت تبني مجتمع نظيف ومجتمع نزيه ومجتمع. انت لما تكون انت الانتخابات البلديه رئيس البلديه يطلع بالشكاره، بالشكاره راح يدخل هو الحمايه البلدي الحمايه المدنيه يدخل بالشكاره، واللي راح يدخل للشرطه يدخل بالشكاره، واللي راح يدخل للدرك يدخل بالشكاره، واللي راح يدخل للجيش يدخل بالشكاره، واللي راح يدخل للمجلس الشعبي الوطني يدخل بالشكاره، واللي راح يدخل بالشكاره. من بعد انت واش راك رايح تنتج؟ راك رايح تنتج مجتمع صار مبني على الشكاره، مبني على الطمع، مبني على الشكاره، مبني على كذا. فهمت؟ على تشوف دوك انت دوك الناس راه قال مثلا يخدم في الاير الجيري ولا في قنصليه ولا في كذا، ما على بالوش بيك. لماذا؟ لانه عنده ناس راه تاكل عليهم. ماهوش كان مثلا، بينما تشوف انت في دوله واحده اخرى كلمه يبكي. أنا ذاك النهار في واحد الإدارة هكذا تناقشت أنا واحد السيد هكذا، قاسما بالله راح جاب لي شيف سيرفيس تاعه ومنه ومنه. علاه؟ قلت له كلمة على بالك نعاد راه يبكي، باسكو علاه؟ حس باللي راهو كاينين ناس من وراه راهم رايحين يحاسبوه على كلمة، خاصة لما يتعلق الأمر بالراسيزم وكذا. لا هما ما على بالوش، أنت تهضر معاه ويقول لك إيه ومن بعد خبط راسك للحيط، ما على بالوش فيك. انا شوف، انا صرات لي عندي واحد 3 ايام هادو، ما 3 ايام اللي فاتوا مكتوب كاين لي بزاف اللي فات، تما لادمينستراسيون ثقيله شويه. دخلت الكوميساريا باش ندير دو واحد لا دوموند، وبعد كنا ما كاش تمشي كاع غاشي، ما كاش تمشي. وبعد تفاهمنا ندومونديو لا في دي ريكلاماسيون، راح جاب لنا لا في دي ريكلاماسيون، بدينا نعمروا فيها وكملنا عمرناهم، قعدنا شويه هكا باش ندير اسمه. جا السيد بدا يدخل، واش يشدهم عليه وبدا يدخل في الناس، واش قال لك لا في هذيك لاماسيه تطلع له الفوقه وما ادري الفوقه يجيو ليه، وتحس باللي راك في بلاد حق. ايه هذه هي، احنا درك المساله هي لا تتعلق بالرئيس ولا تتعلق بمجتمع كامل. مجتمع كامل. النهار اللي درك مثلا هاك تشوف غير هاي القضيه هذه نتاع خونا عياش، لما الشعب يتحرك ما عندوش الوسائل كيفاش عنده. فهمت؟ لما انت درك هما راهم كاينين ناس، راني شفت انا واحد الشاب، انا شرنا التسجيل تاعو على الصفحه، شاب من مدينه نتاع العلم عنده فكره، ولو انه الفكره هذيك جات متاخره، ولكن تمنينا لو كان كانت من البدايه عنده فكره لانقاذ شخص ويكون الشعب ثم. لكن لما هما مانعين باش يدخلوا ثم، مانعينهم، قال مكلفين غير فقط صحيفه ولا قال مثلا قناه فضائيه اللي بلعطت الراي العام. فهمت؟ خليوها هي تدخل ثم، الحصريه في الصور والحصريه في الفيديوهات، ويبقاو هما يوجهوا في الناس وقاعدين هما يلهيو في الراي العام كذا 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 كذا، ومن بعد النتيجه واش اللي راك راح تحصل عليها؟ ها هي قدامك. لو كان جات الناس راها هي تتعاون مع بعضها البعض وراهم يشجعوا الانسان اللي راهو درك مثلا هو يخدم تاع المسجد، انت لما تصير انت تعين لي في المسجد انت انسان ينشر في الشعوذه، الناس تكره ما تروحش تصلي. فهمت؟
لما تشوف انت امام انسان متكون ومتخرج من جامعه وانسان راه عنده افكار وانسان نير وانسان راه ينصح في الناس، من بعد انت الناس تجي للجامعه لانه تلقى في الجامعه الراحه. لما تجي للجامعه انا كاين بعض المساجد ما نحبش نروح ليه لانه كل ما تروح ليه يثير لك صراعات داخل المسجد هذا. ايه صراعات كاين امك صح عنده مشكله مع مجموعه ولا ديك، كل منين ما تروح انت يبدا لي يخرج لك المشكل هذاك، تولي انت يا صاحبي واش تروح دير ثم هذا. لما انت تخلي لي مسجد تخلي لي انت فيه امام مشعوذ فهمت، والاستاذ نفس الشيء راه دوك مثلا يدخلون يدخل التعليم يدخلوا بالرشوه، واش راح تخرج لي انت يا من مش واش يقول لك؟ يقول لك اذا حبيت تدمر دوله لازم تقضي لها على ثلاث حوايج، ثلاثه تقضي لها على الدين ديالها، وحنا الدين تاعنا رجعوه لنا ارهاب وكذا. واحد الاخ برك راه يتبع فينا من كندا كتب لي برك تعليق يعني يتبع، بارك الله فيك شكرا. تفضل الاخ. اه قال لك باش تقضي على دوله تقضي لها على ثلاث حفايس، تقضي لها على الدين وحنا الدين تاعنا رجعوه لنا داعش، وعلى بالك تقضي لها على التعليم وحنا التعليم تاعنا بسلامته راه، ولو الشيوخ ولو يخرجوا برا ولو يباتوا برا ولو يضربوهم ولا او ايش راه اسمه، وتقضي على الزوجه في بيتها كي تخلق المشاكل في الزوجه في بيتها، وداروا لنا الخلع وداروا لنا اسماء ما تقدر تخلع، وذوك ولات هي تخدم بزاف وهي كلش وهي هذه. قال لك اذا حبيت تقضي على دوله لازم تقضي على ثلاث عفايس، وهاد ثلاث عفايس راهم يعني راهم باينين في بلادنا. نعم دوك كي سقموا ثلاث عفايس هادو نعاودوا نرجعهم كيما كانوا، تما نهضروا تما نزيدوا نروحوا نهضروا على الايكونومي، وبعد نهضروا على الفينونسمون ونهضروا على لي بروجي، باسكو هكذا مادام احنا رانا هنا مازال ما طلعناش والله ما نقدروا. ويزيد لك يعجبك كي يجي لهنا هذاك السيد زعما تجيني كي يجي لهنا يتسقم. ايه هاو المشكله خطر علاش؟ لانه هذاك الانسان اللي راهو خارج على القانون، هذاك الانسان اللي راهو ما يحترمش القوانين وراهو ماشي بالرشوه وماشي بالشكاره وماشي بكذا، لما هو يجي يدخل لهنا لفرنسا ما راهوش رايح يعيش بنفس العقل عقليه يسير، راه رايح يلقى مول. انا تحس روحك بنادم. ايه راهو رايح يلقى مول، راه رايح يلقى مول اللي لازم هو يمشي فيه، ولا يلقى روحه خارج على الهامش. ما يقدرش هو دوك يروح قال مثلا اداره يتليفوني الواحد فهمت في الاداره قال هاني غدوه انا صباح نجي نفوت والله جيب لي وقت للدار، والله قال يروح ثم يدخل للاداره ويقول له واش نعطيك كميه فهمت والو يروح مثله مثل ايها الناس، يجي قال هستيكي نتاع كيما ايها الناس وقعد يستنى. إيه تروح تروح انا في ذاك النهار برك يعني قلت انا نبدا نوجد في روحي تسمى الواحد يخدم الوثائق تاعو، تروح للقنصليه تقعد تقعد ويجي يفوت واحد قدامك. ايه نورمال باسكو كود فيو. ايه نو حتى المواطن هكذا تسمى يحب يفوت هو الاول، يحب يخدم هو الاول، ما على بالوش بهذه نتاع المواطن ما يحترمش خوه المواطن. مواطن شوف سيختو زعما فلاش يعني الشراء هنا بين هو إيه؟ انك انت تروح مثلا المغازا نتاع واحد فرونسي وبين مغازا نتاع واحد من خوتنا فرق كبير. تروح ليه هذاك القوري تروح ليه تشري من عنده، ربما ما عجبتش حاجه تديها ويستقبلها بابتسامه ويقول لك معليه سي با غراف ومنا ويستقبلها نورمال. تروح لواحد من خوتنا تمشي ليه تدور ليه يقول لك ما تعرفني ما نعرفك فهمت، ما تعرفني ما نعرفك هيا بالسلامه. سي صح ما عندناش ثقافه علاشان. قال تروح لواحد هذاك تخير انت تخير بيدك والاخر يحب يفرض عليك فهمت يفرض وهكذا. ما عندناش عقليه تاع علاشان، ما عندناش عقليه تاع باساج بيطون، ما عندناش عقليه تاع بزاف فايس. عبك زعما هنا تشوف لابوبال مرميه ولا حنا بلادنا وين تضرب لابوبال وين تضرب الزبد وين تضرب الوسمو. شوف بالك لا عاود راك شفت كاين واحد المقطع دايروا واحد الاخ المهم نقولوا اخ حنايا وفي في امريكا كاين وسمو في واحد المنطقه هكذا تاع
في حي سكني هكذا اعتقد كانت فيه مياه والله المهم حفرة. الحفره بالك لا درك شفت هذاك شفتو دير فيها دوار احتجاج شوف الاحتجاج نتاعو راح دار فاز تاع ثم نتاع ورد ودار اسمه ثم على جال باش يحتج بطريقه تشوف كيفاش حنا يا صاحبي هو عنده الحق عنده الحق ولكن يخرج يكسر يخرج يحرق تشوف فيهم ذاك النار مثلا في هذه الحادثه هذه نتاع الاخ هذا نتاع المسيله يا صاحبي دايرين ثم قادرين انت جيت تمنع واحد قادر تقتل ناس ثم صح عوض هو انه قال مثلا يديروا لهم اشارات وعلامات وقال ممنوع دور ثم البلاصه وذيك حتى تدير له ما يحترمش هذا الانسان انت اللي تشوف انت الفروش ويحرقه ويمشي ما على بالوش ويقتل ومن بعد يقول لكم بعد صارت الناس خلاص ما خارج على طريق تاع ربي خارج على واسمه ما على باله بوالو هذا واش معناتها معناتها باللي خلاص راهو الحق الواحد الدرجه فاض تما صار ما على باله لا بالقوانين ولا بالاحكام ولا خلاص فاض ولا ما على باله بوالو نعطيك هاد ليكزامبل نعطيك هاد ليكزامبل هذايا هذا باش تفهم باللي خدموا لنا تران خدموا لنا تران زعما تي جي في ولا من وهران من وهران الجزائر ولا من جاز على شلف دقدقوه بلحجه شفتو دقدق مين علاش هذا لي ساكسيدو شي صرا في زعما في فلوس موف في الطرام تاع تاع لوسان دي لي ساكسيدو عجب كل مره يجي الطرام مالك تاع واحد هو يصوني ولو هو قاعد في الطريق مع البالوش هايا علاش دوكا مشكل اسمه مش غير في حنا تاني والله غير مشكل كبير والله العظيم انا اللي راه دبر قلبي موجود في المجتمع كيفاش نسقمو المونتاليتي هي الصح والله غير نسقمو هنا نطيرو صعيبه 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 هو شوف نقول لك هو لازم ناس يكونوا نظاف ويكونوا نزهاء ويكون قلبهم متسع وتبدا تمشي الامور بشويه كاينين الناس اللي هما يخرجوا اللي تحرك للدماغ فهمت وتانيك صح هذيك اللي تحرك للدماغ باسكو كاينين الناس اللي هما ما يفهموش لما انت تهضر معاه بالعقليه ولا تهضر معاه الدماغ اعطيه الدماغ ماشي الدماغ الجيب هنا يضربك الجيب هنا يضربك الجيب هنا بروسي الجيب درت هذه تخلص هنا يضربك الجيب حتى احنا اضرب الجيب شنو هذيك القضيه تاع الجيب كاين الناس انت دوك هذا الانسان اللي راه درك هو يجيب لك سومي رومورك تاع مخدرات هذا واش مدير له انت الجيب هذا ديريكتوم حطوه في البوطو يلا عقبوا ما كانش هضره هذو ناس تا واحد يروح يقتل لك عائله ومن بعد يجي هذو كامل لازم يعقبوا كاينش واسمو لازم يكون فيه هذا النوع هذا نتاع القصاص فهمت قصاص ولكن في المقابل الناس اللي هما يخدموا تشجعهم قال مثلا واحد دوك عنده فكره اللي هي تقدم خدمه للمجتمع والله نشجعه ونوقف معاه هذاك نهار جاب لهم الناس الخدمه نهار جاب لهم هذاك تاع واسمو هذاك رشدي رحمه ربي ولا حاوزه حاوزه فقط جاب لهم دواء تاع السكر لماذا لانه ما يحوسوا على الاحتكار يحوسوا على الاحتكار تاع السوق عوض هو انه قال مثلا جيبوا صحيح نقولوا مثلا راه هو ما عندوش الدكتوره ولا راه ما درسش في الجامعه والله لكن عنده طاقه باش تكون انت مبدع مش بالضروره تكون انت قريت في الجامعه هذه عيطوا لها براءه اختراع وسيوها في الناس والناس نجحت واش دخل الدكتوره في الوسط ايه لا حتى ما عندوش دكتوره انا نعطي له دكتوره قال مثلا دكتوره فخريه فهمت وراه المشكل قال السيد هذا نظرا للمجهودات نتاعك وراك انت تقدم لا هما يشوفوا في ناس ولي قال لك دوك راه يقولوا ما نبيعوش ناس ولي كيفاش شركه على نسوني ما كيفاش الوسمو هنايا والله العظيم تشوفهم كيفاش زعما نقولوا ماتش تشوفهم هنايا كيفاش يخرجوا من الكامب نو والله غير 50000 بيرسون تشوفهم كيفاش يخرجوا خمس دقائق شف قط ما يسعى قط ما يسعى تقول هادو ماشي عباد كل واحد عارف الحدود نتاعو نتاعو بلاصتو يحبسوا طونوبيلات منا ومنا يخرجوا الكيران فوف 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 الكيران زوج دقائق يكملوا خلاص خرجوا كاع ومن بعد يطلقوا طونوبيلات الناس تروح تقول ما كان هنا عباد
ايه تنظيم، قضية تاع تنظيم، والشعب هو عنده القابلية هذيك، هو بروحه يشارك. احنا تلقى ليه ربعة ولا خمسة حاكمين قال مثلا في الاول، وقاعدين دايرين شوشرة في الماء ومتضاربين في بعضهم، والامور راه زيد تلحق زيد الحق زيد الحق وتتعبج في بعضها وهكذا. هذه هي هنا، انا كنت تشوف هنا تفهم والله. انا يا خويا هذا المخ اقسم بالله، كان زعما نقولوا نمشيو كيما هادو، غادي نولوا فور، نولوا قوة. الاخ طيب طيب خرباش قلت لي هل يمكن ترشيح معوق للرئاسيات في الجزائر؟ يمكن ايه صح، المعوق من الحالات لازم يكون مخو يفونكسيوني ويديه يفونكسيوني وباش يكتب ويزم يهضر مع الشعب. لا لا على الاقل راسه، معليش يا سيدي، لا عدو رجليه حابسين ولا يديه حابسين، المهم راسه يكون يشتغل. انا حي في حاجه، هذاك بلعب ولد عباس، ولد عباس ياك زعما استقال باسكو حاله صحيه. قال حاله صحيه كلمة تاع سعداني. ايه قال لهم انايا استقلت باسكو كنت لازم نداوي حاله صحيه. كيفاش انت تهدر وتمشي ولاباس بك قلت حاله صحيه وعندنا رئيس في الكرسي وتقولوا عهده خمسه؟ حاب الدخونة صحيح الصحه كاع اللي عندك. صحيح الاخ سمير والاخ عبد الخالق. اخ سمير سيدي روح سمعنا صوتك. اوكي نخلو المجال الاخ سامي. بارك الله فيك الاخ فارس، الله يعطيك الصحه. شكرا على ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا ان شاء الله يا ربي. يعني درت جام في الصفحه، ربي يبارك فيك. بارك الله فيك على الكلمه، عطيتنا الكلمه ان شاء الله. رانا لهنا، ربي يبارك فيك الاخ فارس ان شاء الله. بلا ان شاء الله نتواصلوا مع بعضنا، الا جينا لاسبانيا رانا نضربوا لك دوره. مرحبا بك يا سير. وين راك؟ في قلت لي في فالونس. لا برشلونة. ايه برشلونة، ماكش بعيد عليا بزاف. ايه ماشي بعيد. ماكش بعيد. انا على بتولوش. فرنسا واحد 500، انا مارسي واحد من المارسي 500 ولا. انا راني في تولوز. ايه ما انت 400 بيناتنا ولا. اه مش بعيد بزاف، الا ضربنا دورة البرشلونة ممكن بالك العاود نتلاقاو. ايه مرحبا بك والله ارواح، مرحبا بك. نزوركم ان شاء الله، بارك الله فيك. على عين والرأس، بارك الله فيك. شكرا الأخ فارس. صح. هاي واه شفت سمير، هاي أول مرة في حياتك هاك المرة هذه هاك دخلتها، وهذه لازم يديروك. هاي الأخ سمير أنا أضفتك، أتمنى أنه تتمكن على جل باش تدخل معنا. هاي واه نورمالمون الآن تطلع. أيوة شفت كيفاش ولا ما شفتش؟ السلام عليكم الأخ نور الدين. أهلا الأخ سمير. وعليكم السلام، مرحبا بك. أتسمع فيا الأخ نور الدين؟ هاني نسمع فيك جيدا، واش راك؟ طيب خير، أنا مانيش نسمع فيك مليح. هاني نسمع فيك روعة، تفضل. هاني نعم؟ نسمع فيك بيان. راني نسمع فيك كويس كما قالوا المصريين. صح اي بصح انا مانيش نسمعك، معليش. على بالك باش طلعت عاود خرجت نحيت فيسبوك ونحيت الماسنجر، خرجتهم كامل وعاود دخلتهم باش لقيت هذيك لوبسيون تاع الاضافه. ممكن بالك كان عندك مشكل في الوسمو بالك في الباراميتراج، والله ممكن بالك لعود لا فيرسيون تاع الفيسبوك تاعك قديمه ما درتلهاش ميزاجور. يكون اوتوماتيك يا اخي الابديت، الميزاجور يكون اوتوماتيك نورمالمون. على كل حال سلكت الحمد لله. واش راك الاخ نور الدين لاباس؟ والله غلا بس الحمد لله. واش راك تاع؟ الحمد لله رب العالمين. كنت نسمع احيانا واحيانا على حسب الخدمه، راني في الخدمه احيانا نحبس. سو راك في الطريق ولا البلاد؟ مشاكل البلاد. راك في الطريق ولا طريق؟ ربي يكون معك ان شاء الله.
واش تحكي لنا الاخ سمير؟ ربما راه كنت تسمع في الاخوه اللي يتبعوا فينا. ايه ما فهمتش عنوان النقاش وتعبت. والله اننا نحكيو على الوضع في الجزائر، يعني هذا الوضع المتردي اللي راه موجود في الجزائر، وشكون هو المسؤول عليه، وش هو المطلوب منا احنا كجزائريين، يعني وش هو اللي لازمنا نديروه؟ والله بون، يعني نقدر نوصل الكلام على حساب الاخ اللي كان قبل يحكي. شوف انا نقول لك الحق، يعني احيانا المسؤولية هي متبادلة بين الشعب، بين كل فرد في الجزائر هذه اللي هم قاع يلعبوها يبكوا عليها. كل واحد فينا عنده مسؤولية، في نفس الوقت النظام كذلك عنده مسؤولية. النظام يعني أي حكومة مرت حكمت، أي مسؤول مر كذلك عنده مسؤولية، ولكن مسؤولية الفرد راح تكون صغيرة. مسؤولية الفرد راح تكون صغيرة لأننا ولنا ربنا يحاسبنا نتربوا ولا ما نترباوش. يعني اي انسان يكون عنده والديه يربوه ولا ما يكونش عنده والديه، خرج هكاك في الغابه مسؤول، ربي يحاسبه. سو هذيك احنا عندنا مسؤوليه نسبيه صغيره، ولكن النظام الحكومه هي اللي عندها مسؤوليه كبيره جدا. يعني الشعب هذا ولا الفرد في اي مجتمع يتربى حسب قوانين اللي تكون هي. للأسف الأخ سمير خرج، يبدو هو أنه عنده انقطاع في الخط تاعو، يبدو هو أنه الأخ سمير عنده انقطاع، حصل له انقطاع راه يمشي باش الريزوم مليح. سقط، راه نشوفو، ترى هذا الأخ خير الدين إيه، ولكن خرجت الأخ سمير، عاود اطلب الإضافة للأخ سمير، راك خرجت. أخ خير الدين حاج بخناش، عندك مانع الأخ خير الدين، راني حاولت باش نطلعك ولكن عندك مانع. الأخ سمير راك خرجت، المهم زيد ننتظرك شوية الأخ سمير حتى باش ننهيو هذا اللقاء، على أمل هو أنه ربما نزيدو نديرو حوارات ربما في المستقبل. إذا كان فيه إخوة يحبوا يديروا مداخلات ولا ذيك، مرحبا بكم، نفسح لكم المجال عجل باش ربما تنورونا كاش آراء، سيما من الإخوة اللي كنتوا تسمعوا فينا. المهم الأخ سمير، أنا نتفق معك في هذه النقطة نتاع أنه مسؤولية مشتركة، لأنه هذا الشيء هذا وهذا الوضع اللي راهو درك حنا رانا عايشينه هو لم ينزل من المريخ، وإنما بما صنعته أيدي الناس، فهمت، سواء الناس اللي راهم في المسؤوليات ولا عامة الشعب. الوضع هذا ما نزلش من المريخ، فهمت، الفساد هذا اللي راه موجود، هذا الرداء اللي راه موجودة، الفساد بكل أصناف تاعو، سواء الفساد الأخلاقي ولا المادي ولا المعنوي، كله هو بما كسبته أيدي الناس، فهمت، ما نزلش من السماء. الأخ قدور قلت لي الشعب راه مخوفين، هو صحيح، ولكن قضية نتاع وعي، فهمت، ما هيش حل. الأخ فضيل قلت لي لا سوليسيون إيكيتي لو بيي، نو، ما هيش حل. ربما هو أن الإنسان يخرج لظروف هكذا، ولكن الحل مش في أنه تخرج الناس من البلاد، والبلاد وشكون يقعدوا فيها؟ هاد الناس لازم هما اللي يخرجوا من الحكم.
الاخ اللي ترمز للاسم نتاعك صدوق، ما فهمتش القشابيه والنواظر، انصحك على الجلب باش تروح تشوف الطبيب ويفهمك، شوف الطبيب في تاع الامراض العقليه بالك يفهمك. خير الدين قلت لي الوضعيه الاقتصاديه، كنا ناقشنا الموضوع الاقتصادي الأخير الدين في وقت سابق على الاذاعه نتاع وطني، وان شاء الله في المستقبل لما لا نزيد ان شاء الله نديروا نقاش ان شاء الله لما لا. المهم نزيدو نخليو يزيد يدير مداخله ان شاء الله ونختموا هذا البرنامج. اخ عبد الخالق بالوعي قلت لك كيفاش يتجنب الانسان التوجهات الاعلاميه المرتزقه كي تضع الانسان في خندق معين؟ بالوعي لازم الانسان تكون عنده ثقافه اعلاميه، فهمت، يكون يعرف. انا شفتك المره اللي فاتت نتايا درت واسمه شريط نتاع ويحيى، والشريط هذاك مفبرك، باش نتايا تكون ما تطيحش في هذاك الفخ هذاك لازم تكون عندك ثقافه اعلاميه، تعرف شويه مونتاج، تعرف شويه تريكاج، تعرف تحلل المقالات الى غير ذلك، تكون عندك ثقافه اعلاميه باش لما تجي قناه فضائيه ولا صحيفه ولا تجي انت هي باش هي تدرب لك يكون عندك انت هذاك الوعي هذاك، قضيه نتاع وعي. تفضل اخي سمير. مرحبا. السلام عليكم نور الدين، اسمح لي ما عرفتش الصراحه، على كل حال طفيت التليفون وعاودته باش لحقت البث هذا تاعك. انقطع نقول طيب خير ان شاء الله. معليش من عندك اي معليش ما كاش مشكل ان شاء الله نعاودو ماشي مشكل. قلت لك الاخ نور الدين انا حسب رايي وحسب فهمتي ان فيه يعني مسؤوليه من ناحيه كل فرد يتحمل مسؤوليه، وكذلك النظام ولا اي حكومه كذلك عندها مسؤوليه، ولكن النسب هذا تقسيم النسب بين الشعب بين الفرد وبين الحكومه، الحكومات كامل اللي توالت على البلاد على الجزائر، ان النسبه الكبيره تاخذها النظام. النظام هو اللي لازم يسهر على تطبيق القوانين. النظام اللي هو متشكل من معارضه او احزاب هي اللي تحكم، هي الحكومه هي اللي مسؤوله على تقديم مشاريع باش الفرد هذا ينتخب عليها. في المشروع هذا هي لازم يكون سواء يكون مشروع يعالج مشاكل اقتصاديه اجتماعيه سياسيه تربويه تعليميه، كل شيء واش يهم بلاد اي بلاد. ف حنا هما اللي قرونا، قرينا باطل كثر خير خير بلادي العزيزة. الفوضى هذه اللي رانا نشوفوها يعني تعكس كامل، مش تعكس يعني اوبوزيت، تجي ضد النظام. يعني حالة فوضوية كما كتبت لك مقبل في التعليق، لو كان نقعدوا نحكوا في المشاكل في كل القطاعات والله العظيم مليون ساعة ما تكفيناش، والله ما تكفينا. صحيح. انا باش اللوم الشعبي كما الاخ كان يقول، انا كان راني عايش ماشي في الجزائر، راني برا، رانا نشوفوا هنا النظام ماشي حاجه واعره ان 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 المواطن يقوم بدوره، ان يعني النظام يكون سائر في الشوارع ولا في الحياه الاجتماعيه ماشي واعره، ولكن نقدر انا وياك الاخ نور الدين والاخ اللي كان يتكلم نقدروا نطيحوا في الهامج، حنا نقدروا نطيحوا في اننا نغلطوا. دوك نعطيك مثال اخ سمير. نعم. نقول لك برك تعليق تاع واحد من الاخ دحدوح، قال لك انصحوا على جال باش يتجنب الطريق، تسمى تكون كي تكون تتكلم حبس وتكلم، ما تكونش تسوق. قول له هام يدي، راني نسوق بيدي واني نستعمل الكتمان، وبارك الله فيك خويا العزيز. كلش قدامي. لا مرتبه لهنا، الطريق ماشي كيما تاع الجزائر، لا اله الا الله محمد رسول الله. اخي راني في الماريكان. شوف الاخ نور الدين مثلا كيما الاخ اللي قبلي قال مثلا لاشان على اي حاجه. دوك لو كان انا وياك مثلا نحبطوا البلاد او نكونوا في اي بيئه
ولو يكون اي انسان انه مربي ما بيكون تزيري عايش في الجزائر مربي على انه يدير لاشان بصح يلقى روحه بالسيف انه يهبل ولا لانه كان يقعد في بلاصتو يدير لاشان يجوا هذوك الشاطرين يجوا يسبقوه هو يقول معليش انا ندير لاشان اذا تجي واحد اخر يسبقو زير كاع هكا يقول لك واه كان ندير لاشان ما نديش ما نقضيش صلاحي يضطر انه ما يديش لاشان راهي هكا مخدومة زير هكا راهي هكذا راهي هكا يعني فرصيوك انك ما تنضبطش وزير ما كانتش هكا بكري ما كانتش هكا نعم لان القوانين مكتوبه ولكن ما راهش لا تطبق المسؤول لا يحرص على تنظيم الحياه الاجتماعيه ولا الحياه الثقافيه ولا الحياه التعليميه ولا الحياه الاقتصاديه ما راهوش واش دور البرلمان واش دور البرلمان واش دور الصحفيين ما كاين والو هذه هي الانارشي راهي فوضى كياس راهي فوضى ما كاين والو في الجزائر راهي تمشي هكا كما نقولوا حنا بالدرجه تاعنا على باب ربي دوك انا ما نقدرش نلوم شعبي ربي يغفر لي ما رباوهش والديه شعبي ما رباتوش المدرسه اللي هكاك واحد كبر في اللي كبروا اللي زادوا في التسعينات شافوا الفوضى هذا كيفاش تقول له هذا واش تسنى منه يهضر مليح ولا تسناه مثلا كما كنا نديروا ليكزامبل لاشان يدير لاشان ما يقدرش هو النورمال عنده لي نورم عنده هي الفوضى هذه هي على هذيك كي يخرج برا راح يشوف الناس باللي تنظموا يقول والله غير سي لوجيك ايه انا باش هذاك جا قبلي اوف كورس يجوز قبلي على هذيك يتنظم يلقى روحه برا ولو كان يعاود يولي الزاير هذيك هي البيئه اللي زاد فيها من هو اللي يحرص على هذا النظام اللي يسيل المجتمع هو المسؤولين اللي حنا اعطينا لهم الثقه وعطينا لهم حطيناهم في هذيك الاماكن باش هما يعملوا هذاك الشيء باش هما يسهروا على حمايه النظام ولكن للاسف ما مش يعملوا هذاك الشيء هم يخلصوا بدراهمنا ما مش يعملوا هذاك الشيء سو انا نعاود نولي لكلامي انا باش سمير قال لك احمد قال لك احمد حلوي قال لك نو قال لك تسمى المسؤوليه على الاميار هذو تاع رؤساء البلديات في كل ولايات لا اخي معليش عنده الحق هو شنو يقول هو يشوف ب كما يقول هو يحكم جزء فقط وراه يقول المسؤول تاع هذاك الجزء هو المير بطبيعه الحال المير هو مسؤول على جزء صغير من النظام حنا نحكوا على نظام كامل دوله حكومه بالحقائب الوزاريه تاعها كامل راني نهضر على التعليم على الاجتماع التضامن على الاقتصاد على كلش انا كي نقول الاقتصاد ما كان هنا نهضر على لونساج كي نقول الاقتصاد نحكي على الماليه نحكي على كلش ما نقدرش انا نسقم مير ما عنده الصلاحيات ما كاين حتى واحد يخدم خدمته ما كاش انا كي نقول مسؤول انا نقصد مسؤول يعني مدير مدرسه راهو مسؤول امام المسجد مسؤول هو كذلك مسؤول كي نحكي مثلا الاستاذ داخل قسم هو مسؤول كي نحكي مثلا مدير شركه عموميه ولا خاصه مسؤول كي نحكي على سائق كيما انا راني نسوق انا مسؤول على الناس اللي يركبوا معايا كي نقول مسؤول كلكم مسؤول هذه هي نفهموا واش معناتها المسؤول نعم دوكا انا الكلام تاعي كامل باش انني اللوم الشعبي انا فاقد الشيء لا يعطيه واحد اللي ما ترباش على المواطنه ما يقدرش يمدها لك ما تسناش منه واحد ما قراش ما تقدرش تعطي له بريه وتقول له اقراها لي هو ما يعرفش يقرا ما نسناش انا يقرا لي انا مهبول وكلمه لا نقريهم بعد نقول له هاك قرا لي هكذا النظام ما تجيش هكاك برك اللي راهو في فرنسا يقول لك كاين منظمه ماشي هكاك ما هما ماشي هكاك برك لو كان نطلقوها لو كان يطلقوهم المسؤولين والله غير يولوا هوايش في امريكا كيف يولوا هوايش في امريكا رانا شفنا امريكا يا عباد الله شفنا في الفيضانات ولا نهار تكون كاش ازمه كما في نسيتوا هذاك اللي كان في
في ولايه نيو اورليان، الناس كسروا وسرقوا، وجا لارمي قتلهم، قتل هذوك السراقين. صارت في امريكا، في اعصار كاترينا، اعصار كاترينا. هكاك بالكاميرا، حكمتهم الكاميرا بليكوبتر، يسرقوا يا جريسي والسراقين. طبيعة الحال ما كاش مجتمع ما فيش سراق، القى اوكازيون سرق. هذه امريكان، هذه يا ما كاش شعب مربي، شعب يتربى هذه الامور مكتسبه. حنا يا اخي يا اخي الحمد لله قرينا نعرفوا هذه الامور يا ناس منطق. هذه امور مكتسبه، ما تجيش هكاك واحد يخرج من كرش امه، ما يخرجش قاري، ما يخرجش مربي، ما يخرجش فاهم. لازم بعض المعارف مكتسبه، لازم يكتسبها انسان. كي ما يكتسبش هذيك الحاجه ما نلوموش عليها، ما نستناش، انا ما نستناش منه يتنظم، هو ماشي منظم. لا بالعكس، شكون ناخذوا كمثال برك سامير، اخ سامير. نعم خويا، ناخذوا كمثال برك، ناخذوا كمثال الحوار دوك حنا اللي رانا نتناقشوا فيه. وكنت لما تكون انت تفرض هذاك الوسمو الاحترام، تفرضه من خلاله انك انت تسمع للناس، ومن خلاله انك انت تتناقش مع الناس بهدوء في وفق الاحترام المتبادل. كاين بعض من الناس اللي هما دوك مثلا يدخلوا يسبوا، يدخلوا وما يطيحوا الكلام، يدخلوا على جال باش يحرفوا الحوار. انت لما انت تتصدى لهم، تتصدى لهم فيما بعد، انت راك رايح تفرض هذاك الاسلوب نتاع الحوار. مع الوقت، مع الوقت الناس راه تولي تتربع الحوار. لكن لما تكون انت تطيح الكلام وتخلي الناس اللي راه هي جيت تناقش تطيح الكلام، وما كانش احترام فيما بعد، انت يا واش هي النتيجه اللي راك راح توصل لها انت؟ يعني يكون سوق، تكون هذيك القناه سوق ولا هي هديه. من هو المسؤول على تربيه الشعب؟ هو هذا يعني كما قلت لك، الامام داخل المسجد، الاستاذ في القسم، المدير في المدرسه، هذه القنوات التربويه اللي هي المدرسه، المسجد، التلفاز، التلفاز، هذو من الحوايج اللي يربوا. هذه هي زائد كما قلت انت الطروحه، القانون، القانون الرضعي. واحد يخرج على المول سنا كاين، كاين هنا لازم يسلم، كاين مجتمع. سي محمد ما ديرش واش تحب، ديرش واش تحب، كاين قانون. عندك جار ماك عايش وحدك، نهار تكون عايش وحدك او بحرك، مادامك تقسم، راك تقسم رقعه مع واحد اخر يشاركك في الفكر ولا ما يشارككش ما يهمش، مهم كاين حدود. هذا ما كان متعداش تسيزيت، هذا هو قانون واضح، وهذا القانون عندنا احنا ولكن لا يطبق. هذه انا يعني كي باش ما نطيحوش في هذيك المقارنه بين قوسين السادي، جا نقول برا ولا غرام لاحقين ومنظمين. لا والله غير تطلقهم، والله العظيم هذه طبيعه انسان. رانا في صدد الكلام عن انسان، لا يهم يكون جزيري ولا يكون فرنسي ولا يكون سويدي. هذه هي، لو كان السويديين عاشوا في التسعينات هنا وحنا كنا في السويد، فاهم، تولي تشوف الجزائريين ما شاء الله هايلين في السويد، والسويديين هنايا مخربين داير فاش ما ولا ما على باليش. المهم، فما نقدرش نلوم الشعب، انا نلوم الحكومات اللي من المفروض عندها مشاريع، عندها مده 5 سنوات ديرهم تطبق هذيك المشاريع، ما دارتهمش والو، غير الوعود، والشعب جايح مازالوا يتمسخروا بهم، ونديركم ومازال يمد الصوت تاعو. واش دير الحلول من هذا الشيء؟ الحلول انا اللي نشوفها انك تنحي الاسباب. كي تنحي الاسباب اللي وصلتنا هكا، اللي وصلتنا نعيشوا هكا، هذاك هو اول حل. شنو هي الاسباب؟ قلنا هذا النظام اللي ماهوش يخدم خدمته، هذه الحكومه اللي ماهيش تخدم خدمتها، هذه الوجوه اللي رانا نشوفوهم، سواء يكونوا احزاب عندهم مقاعد في البرلمان او عندهم حقائب وزاريه، ما لازمش يعاودوا يشدوا هذيك البلاصه، سهله. هذا هو الحل. شكون يحط في بلاصتهم؟ لازم تعرف صلاحك يا مواطن، تعرف صلاحك. انا دوك نقول لك يا المواطن كيفاش تعرف صلاحك.
اي مواطن لو كان زعما عنده بزنس، لو كان عنده تجاره، راك فاهم، كان يكون عنده تجاره والله العظيم يحرص عليها حرص مليح، يعرف السلعه اللي يشريها، يعرف السلعه المليحه والسلعه العيانه. بينما حاجه هكا تاع مسؤول اللي راح يحطه يسهر عليه ما يعرفش، مستحيل مستحيل. انا هذه ما تدخلنيش في الراس كيفاش انه يعرف يختار في الامر الخاص تاعه، يعرف يختار، وبينما في الامر العام ما يعرفش. ايه متواطئ واسمه هذا، الناس اللي هم يبرؤوا المواطن، هذا الناس ما راهمش فاهمين واش راهم يقولوا. المواطن مشارك، مواطن مشارك في الفساد ومشارك في هذا الوضع اللي احنا رانا عايشينه. يعني نعطي لك مثال، يعني في سياق الحديث نتاعك انت، البارح برك، البارح كنت خارج من واحد المسجد هكذا كانوا يصلوا فيه هكذا الاخوه مغاربه، وكانوا دايرين ثم واحد السوق هكذا صغير هكذا يقضيوا الناس هكذا من ثم. فشفت انا واحد الاخ ثم هكذا يبيع، شريت من عنده حاجه هكذا تاع اسمه ديسر، حطيته عنده البارح برك. رحت مشيت هكذا واحد المترتين والثمرات هكذا باش نشري عند واحد حاجه واحده، قلت له خلي لي واسمه باش ما نديرش فايف يعني هكذا، خلي عندك دوك نعاود نرجع لك. عاودت رجعت ليه، شوف في زوج خضارين ولا غا في زوج، شوف هذاك اللي رحت نشري من عنده حاجه واحده اخرى اعطاني سعر، كي جيت نسلكو اعطاني سعر واحد اخر، قلت له كيفاه، قال لي لا اله الا محمد رسول الله، قلت له خير انا تولي الجمع واش المسيحي انا يا ومن بعد عاود ترجعت للسيد هذاك اللي شريت من عنده، نلقى واحد باع له من الشيء اللي شريت انا من عنده. قلت له يا صاحبي انت دوك وش هذا، خي راني دوك راني شريت من عندك وراني قلت لك او خليت عندك اسمه هذاك المصروف هذا. قال لي ها هو مازال هو كاين ودي، تو ماشي قضيه نتاع تدي، قضيه نتاع امانه يا صاحبي. وحتى هذا الانسان هذا اللي جاي شرى من عندك كنت كي هو هذاك الانسان، لماذا؟ لانه عجبته هذيك السلعه حب يديها. باش تشوف يعني المواطن راهو مشارك، المواطن مشارك، والواحد يحوس نفسي. نعم الاخ نوردي، راهو ولا تزاير هذا الفساد، ولا طبع يعني، ولا عاده، والناس يتوالف الامر هكا، ربما يقزم الانسان او يتقزز منه اول مره، ولكن لما يتكرر يولي عاده، خلاص يولي هذاك واش يشوف تولي نورمال، تحبط زين يقول لك نورمال، واش بيك اش بيك هاك دير لاشين، اش بيك انت مهبول، ولا غير تقعد هنا، هيا تطلع طرولي وما تطبعش، والله غير تقعد هنا يطيح عليك الليل وتقعد في موقف الحافله وما تطلعش، لازم تطبع باش تطلع. اسمع بالك لا عاود، راك شفت واحد الفيديو، كاينه وحده وقيل اعتقد فرنسيه متزوجه بواحد جزائري، وراحت للبلاد، راحت للبلاد واش اسمه، ويهضر لها هو على اسمه على القانون، هو تشوفه يدوبلي وهي تقول له لا لا كيفاش راك تدوبلي، كيفاش منا عطى لها الفولون، هاكي عطى الفولون، قال هاكي سوق انت يا سيدي انا ما نهضر ما والو. قعدت هي كل من المره تجي واحد ساعات يدزها، واحد ساعات يطبع، ساعات منا هيا من بعد ولات تصول كيما الجزائريين. هذه هي هنا هنا ما يقدرش دوك مثلا يجي واحد شوفور جزائري يجي، ما يقدرش يمشي يمشي ولكن تاكد باللي راهو رايح، يا اما انه يدير اكسيدون ولا راهو رايح يلقى الشرطه له بالمرصاد، ما يقدرش هو، لانه كاين مول لازم يمشي فيه، ما يقدرش هو يدير قانون من راسه. وشي ماشي واعر، قانون كاين تاع الاحترام تاع واسمو الاخر، قانون المرور موجود لكن مش مطبق، لكن هنا مطبق. تلقى كما كان قبيل يقول لك الاخ على الخمسه نتاع الصباح هو راه وحده في الطريق، شاعل فيروج احمر يحبس. صحيح صحيح. دوك هذه هي الاخ نور الدين، واش نقول انا باش نخرجوا من هذا القوقعة، قلت لك نقعدوا نهضروا على المشاكل والله ما تخلص. انا الحل اللي نشوفه الاخ نور الدين انه لازم يكون تغيير، كي نقول تغيير هاد الوجوه اللي راهي ظاهره الان كمسؤولين
لازم يتمسحوا شغل واحد داك كلف الطابله ويمسح كامل الطابله تولي طابله جديده كما كان لازم يتمسحوا مسح واحد ما يقول لي كاين اكسبسيون ولا ما فهمتوش نهضر ما كان حتى اكسبسيون ما ممكن يكون واحد فيهم مليح معليش نحيه المليح وحده يولي لبلاصتو نحي كلش يتنحى كاع هذا النظام عندهم الباور عندهم المسؤوليه عندهم القدره انهم يسقموا ما سقموش يتنحى ما تقول لي لندير ما تقول لي لندير تمديد ما تقول لي لندير وفاق ما تقول لي والو راح الحال خلاص بدينا لك شحال من راه شحال من سنوات وانت مازالك كي لحقت العظم كي بدينا نفيقوا ولي تقول استنى راح نسقموا ما تسقمش لازم يتنحاو كاين حاجه واحده اخرى لازم الشعب يفهم لازم الشعب كل فرد للأسف الشديد خرج أخونا سمير نقرأ شوية أنت تعليقات أخ... الأخ هادي قلت لي عندك صاحبك ألماني راح الجزائر وندمه على اخويا ان شاء الله المره الجايه عاود يرجع الاخ الهادي قلت لي المشكل نتاع كل واحد راهو يتكلم والخلل وين راهو المشكل وين راهو الخلل راه موجود في المواطن وموجود في المسؤولين يا رجل فهمت الخلل راه موجود في المواطن وموجود في المسؤولين هو انه الناس اللي راهم هما يؤمنون بالتغيير لازم يتعاونوا مع بعضهم البعض ويديروا ناس اللي مش مشوهين في الفساد المادي ولا الاخلاقي وتعاون الناس مع بعضها البعض انسان اللي راهو دوك خدام انا نوقف معاه ندعمه الانسان اللي عنده فكره ولا عنده مشروع ولا عنده مبادره هذيك الفكره ولا هذيك المبادره ولا هذيك المشروع يخدم البلاد ندعمه ونقف معاه انسان اللي نشوفه انا راهو يستعمل في الديماغوجيه ولا راهو قال مثل انه هو يستعمل في مسائل هكذا من اجل عجل باش يضلل الراي العام نقف ضده نشوف واحد انا راهو يخدم يصلح في البلاد يخدم في الطريق نقف معاه نشوف واحد راهو يفسد نقف ضده وهكذا فهمت ولازم تكون الصرامه ويكون الردع فهمت اللي راهو درك هو قال مثلا يسرق في اموال تاع الشعب وراه هو يسرق في املاك نتاع الشعب هذا ما لازمش انت تتسامح معاه ولا توسي معاه اللي غلط يتخبط راسه في الحيط فيما بعد انت راك رايح تفرض الصرامه وتعرف الناس لما راهو رايح هو يتعدى على الحقوق نتاع الاخرين راهو رايح يتحاسب لكن لما تكون انت تشوف انت يا واحد يروح هو يجيب واسمه سميرومورك تاع زطله ويفوت ويعقب وواحد يحكمه على الطرف يدخلوه للحبس او تشوف انت يا ناس كما في مسؤوليات واحد يدي املاك تاع الدوله بالدينار الرمزي وواحد سكنه في 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 كيما نقولوا سكنه في السكن الاجتماعي لك ما تصحلوش من بعد انت تشوف الظلم وتشوف الحيف هذاك من بعد امور ما تمشيش يولي هذاك المواطن انت راك تدفع فيه اذا كان راهو هو مثلا سيريو راك تدفع فيه على جال باش يكون هو يزور ويكون يرشي ويكون كذا رانا نعرفوا ناس انا شخصيا نعرف ناس مثلا في المنطقه هذه اللي راني نسكن فيها نعرف ناس نعرف مولد فاميلا ناس متخلقين وناس كذا وناس كذا راحوا دخلوا مثلا في الجهاز هذاك نتاع الجمارك ولا هذيك صار هو مثل الناس لماذا لانه كاين مول ثم راه الناس تقسم مع بعضها وراه الناس تدير في الرشوه وراه الناس كذا هو يمشي ثم سيريو ما يقدرش يخدم يا اما انه يخرج واما انه يدخل معاهم كاين اللي هو شخصيته ضعيفه يقدر من بعد يندمج معاهم هذه هي اذا كاين الصالح وكاين الطالح حنا لازم نوقفوا مع الصالحين دروك انا شفناهم كاين الناس دخلوا للجيش والله كان كي النعجه والله الججه كما يقولوا ما كتفهاش ولكن فيما بعد لما دخل ولقى هو الناس تسرق والناس ترشي والناس كذا فيما بعد هو صار كيفهم لذلك حنا لازم نوقفوا مع الناس المخلصين الناس اللي هما راهم يحافظوا على الأسرة الجزائرية وعلى المجتمع الجزائري الناس اللي راهم يبكيوا على البلاد الناس اللي راهم ما يخدموا كاين الناس اللي راهم في النظام راهم يخدموا ولكن راهم في إطار
مليء بالاوحال ومليء بالاوساخ ومليء بالفساد، هو ما يقدرش يفرض روحه، راهو قاعد ينتظر، راهو قاعد ينتظر خايف، راه مذرك مثلا غير في الحادثه هذه برك نتاع هذا خونا عياش في المسيله، كاينين الناس اللي راه واجههم قلوبهم وراه على بالهم، قال مثلا سواء دخل واسمه نتاع الحمايه المدنيه ولا في الشرطه ولا في الدرك ولا في الشعب، ولكن ما هو قادر يدير والو. لماذا؟ لانه المجتمع راه عنده القابليه. لكن غدوه لما الناس تتحرك ويكون فيه واسمه المحاربه لهذا الفساد وهذا المفسدين، الناس فيما بعد تتحرك. تفضل الاخ سامع. نعم الاخ نور الدين، اعتذر على الانقطاع، ما على بالي شنو هو السبب، انا الانترنت عندي مليحه هايله، صحتك اخ نور الدين. مكان يكون مثلا والله صار التشويش هذاك ينقطع. يا خويا بالك راك قريب للسياره. الامريكان هنا نور الدين قول بالك لا راك قريب ثم تاع هذاك كوباو لك الخط. كان هذا صح عفوا كان كما يقولوا مدام النظام على باله بلي الناس كامل يتقول التغيير التغيير التغيير، هو اكيد هو سيقاوم، هو مش راح ما يحشمش على عرضه، مش راح يقولوا كي راح ندير استقاله ونخرج ونخليكم نتوما تسكبوا، لا 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 ما يحشموش هادوما اللي راهم كامل مسؤولين، كاع واحد فيهم ما يحشم، واحد فيهم ما يحشم، كون جاو يحشموا كان يشوف كل واحد يشوف كما يقول القطاع اللي راه فيه نورمالمون يحشم لم تستحي فاصنع ما شئت. انا نقول افراد الجزائريين، كل فرد من الشعب الجزائري، ما نقدروش، ما مستحيل يكون تغيير لو كان ما نكونوش كتله. هذه الكتلة كيف واش يجمعنا؟ ما يجمعناش التفكير الواحد، تجمعنا المواطنة. أنا تزيري اللحية تاعي ما تنحيليش التزيرية تاعي، ما تنحيليش المواطنة تاعي، واحد أخرى كذلك تزيرية الميني تاعها ما ينحيلهاش التزيرية تاعها، تقعد تزيرية. الأفكار ما لازمش تفرقنا، الإيديولوجيات ما لازمش تفرقنا، ما عليهم يلعبوهم، يلعبوا على الإيديولوجيات ويخوفوا هذا بهذا، هذاك اسلامي بالك يا العلماني هذاك اسلامي راح يكرازيك، ويقول الاسلام يقول هذاك علماني راح يكرازيك. لازم المواطنين اللي صح يحبوا البلاد لازم يكونوا كتله، هذيك الكتله هي اللي دير التغيير، هذيك هي الاغلبيه. واش يجمعنا؟ تجمعنا كاع نبكوا على نفس البلاد، كاين يبكي على جيبه بالك يبكي على جيبه، ولكن يقول لك انا بلادي نبكي على الجزائر، لا لا، وجه الخروف معروف. انا نعرف واحد يخالفني، انا عايش في الماريكان، انا نعرف يهود بصح نعرفو يفكر مليح، عام صحابي يعني مالغري نختلفوا في الشكل ونختلفوا في الفكر، ولكن كاين حاجه تجمعنا، كاين هذاك القدر، كاين هذاك الاحترام، جاري ولا يخدم معايا. وعلاش هذا نعرف نهضر معاه وخويا تزيري ما نعرفش نهضر معاه؟ على خاطرش يفكر تفكير اخر. لازم الشعب لازم يتلم واش راح تجمعوا المواطنه. معليش يتسوكي كي واحد يفكر حاجه كحله والاخر يفكر بيضه، معليش ما فيها والو. معليش واحد يفكر بالالحاد وواحد اخر يعني حاج بيت ربي يتحاوروا والناس تعمل على الشيء اللي تجمعنا بربرك. فيها والو. انا نور الدين انت تفكر انت تفكر في حاجه كحله انا نشوفها حمراء، ما فيها والو. انا نقول لك نتلاقاو نهضروا نقعدوا على يعني سنيوه قهوه، انا نقول لك علاش نشوفها حمراء انت تقول لي علاش نشوفها كحله، وكان منطق هذا ما كان. ولا فريناها تلاقينا هكا في لون واحد الله يبارك، ولا ما تلاقيناش تقعد خويا نور الدين. هذا امر سهل، هذا الشيء، هذا النافذه اللي لازم نشوفوها، هذا النافذه اللي لازم نطلعوا عليها. وكاين تحس في الجزائر بلي كاين قوى ما تحبناش نديروا هذا الشيء، هو سهل، سي لوجيك منطقي وسهل.
كاين قوى ما تخليناش نجتمعوا. هذه هي هاد الكتله هي اللي راح تبني الجزائر قويه لانها تعرف صلاحها. هاد الكتله هي اللي تعرف مادام قدرت تجتمع هادو الاضداد قدروا يجتمعوا هادو هما اللي راح يديروا التغيير، هادو هما اللي راح يبنوا دوله قويه والله العظيم هادو هما. ولا كاين مؤسسه عسكريه هي اللي شاده وتدخلها هادو هما اللي بالصوت وبالصوره المؤسسه العسكريه. انا نتكلموا بالصوت وبالصوره. ولا كاين فئه واحده اخرى دوله عميقه من اوطان مختلفه ونحاور وراه كاين اللي راه عنده توجه علماني كاين اللي عنده توجه اسلامي ورانا نبينوا للمجتمع باللي راهم الجزائريين قادرين يلتقيوا وفق احترام متبادل وكاين اشياء اللي تجمعهم رانا نبينوا لهم كل يوم من خلال هذه الحوارات. اكزاكتومون انا هذاك الجزائري ما يفكرش كيما انا ماشي بالسيف يفكر كيما انا واش ينحي الجزائريه تاعو خويا هذاك خويا نتقاسم معاه ارض بابا وباباه ولا جدي وجدو كانوا يحاربوا كيف كيف نفس العدو. الاخ انا كنت تحرق داره هو هذا نفس تحرق داره ولكن الجيران تحرق داره تحرق داره لازم يجي يطفي معايا. اسئله كاين زوج اسئله مهمه نعم. يخدموا النقاش تاعنا نجاوب عليهم برك ونعاود نرجع للكلام. شوف الاخ فضيل نعم تفضل ماشي مشكل اخ نور الدين نحب نمد لا تكلم نحب نمد الكلمه لاخ اخر انا هذا حبيت نقول اصبرني برك نجاوبهم لا خلاص كملت ان شاء الله ربما اخ اخر يحب يدخل ترمز للاسم نتاعك بفضيل سالتني على القضيه نتاع الامازيغيه ماشي مشكل ماشي مشكل شوف الاخ الكريم القضيه نتاع الامازيغيه انا النظره نتاعي كيف شوف هاد الناس اللي راهم درك هما حابين يوحدوا الامازيغيه هاد الناس غالطين في حسابهم فهمت هاد الناس اللي راهم درك هما حابين يديروا القبيليه والشاويه والتوارق يعني الترقيه وبالاضافه الى لهجات واحده اخرى هذو نتاع الشناوه ونتاع كذا هذو يحوسوا هما يوحدوهم في لغه واحده هاد الناس غالطين في حسابهم غالطين في حسابهم لماذا لانك انت راك رايح تصنع لغه ماهيش موجوده راح تصنع لغه ماهيش موجوده وبالتالي دوك انت لما راك رايح تصنع لغه ماهيش موجوده بمعنى انك راك رايح تلغي لغات ولا لهجات راها موجوده اذا هاد الناس اللي راهم يفكروا نتاع توحيد الامازيغيه هادو في الاصل هما راهم يحوسوا يمحيو هذا الامازيغيه احنا واش نحوسوا انا شخصيا القناعه نتاعي كيفاش هو انه تبقى هذه اللهجات درك اذا كان حبوا ماليها هما يطوروها يقلبوها لغات هذه اللغه لازم تتطور بالكتابه تتطور بالثقافه تتطور بالانتاج الفكري فهمت لازم انت تدير كتب لازمك تدير انت اشعار الى غير ذلك من المسائل انت فيما بعد درك قال مثلا القبيليه تدرس في المنطقه نتاع القبائل اذا كانت عندها قابليه مثلا في وهران وكاينين الناس اللي هما يحبوا يقراوا القبائليه اللهم بارك تفرضها انت بالواقع ماشي بالقرارات تفرض قال كتاب راه موجود كتاب ادبي فهمت من بعد الناس هي وتصير قال مثلا هذاك راه صنع ثوره اعلاميه وقال مثلا الانتاج الى غير ذلك من بعد انت تفرضها بالواقع من بعد الناس هي تولي تتعلمها نفس الشيء فيما يتعلق بالشاوية أو بالترقية أو بالمزابية فهمتني أنا يا الرأي نتاعي هو أنه هذه اللهجات والله هذه اللغات تدرس كل منطقة بالخصوصية نتاعها قال مثلا الشاوية في المنطقة نتاع الشاوية القبيلية في المنطقة نتاع القبيل والترقية في المنطقة نتاع التورك وهكذا قال مثلا مدارس سواء عامة ولا خاصة أما هو أن هذه المسألة نتاع توحيد الأمازيغية بالشكل اللي راهم يحوسوا عليه ما تنجحش ونبقى وعايشين في نفس المشكل لا هذا الناس قادرين يفرضوا واقع لأنه راهم هما ممش على رأي واحد ولا هذا الناس اللي راهم في السلطة راهم راحين يقعدوا فيها لأنه الشعب هذا مهما صبر
راهو في النهاية راهو رايح فيما بعد ينفجر غير كون كاني. وهذا المسألة نتاع الأمازيغية ولا حاجة واحدة أخرى راها فيما بعد يتجاوزها الناس. الناس دركا نعطيك كمثال دوك دائما نعاودو نرجعو ليه هذا الموضوع هذا نتاع خونا عياش في المسيلة باش نقضوه، نقضوه بالأمازيغية، نقضوه بالعربية، نقضوه بالألمانية، باش نقضوه، باش نقضوه. ونخليك السؤال هذا جاوب عليه باش نقضوه. يا هل ترى انت ذوق قال مثلا تجيك انت محتاج لواحد قبايلي ولا عربي ولا اسمر ولا كحل ولا بيض باش انت باش هو ينقذ هذاك الاخ؟ رانا محتاجين على جال باش واحد ينقذو، ينقذو وانت حيولو، لما ينقذو انت حيولو، سواء عربي ولا قبايلي ولا شوي ولا ترقي. فهمت؟ اذا المساله هذه نتاع الامازيغيه هاني عطيت لك الوسمو الوجه نتاع النظر تاعي فيها. تدرس كل منطقه بالخصوصيات نتاعها، وحتى هذا التنوع هذا راهو يخدمنا. قال غدوه انا ندير معرض والله ندير نشاط كذا ونجيب قال هاو الشويه هاو الصناعه نتاعهم القبائل هاو التوارك هكذا، وهذا التنوع راهو ثراء في المجتمع. الاخ اللي طرحت لي سؤال اصبر، ماشي الاخ فضيل، اخ فضيل اني جاوبتك. الاخ نسيت الاسم نتاعك اللي طرحت لي سؤال حول التغيير، قلت لي واش لازمنا. المهم الاسم نتاعك راح لي، اصبر تشوف ترى نعاود بالك نعاود نرجع لك. نصر الدين، اي اخ نصر الدين، قلت لي بلي واش لازمنا نديرو. ما تقدرش تدير حاجه بدون حوار، لانه هذه المساله نتاع قال مثلا مبادره او مثلا نداء ما راهو راح يؤدي لحتى النتيجه اذا كان ما تناقشناش واذا كان ما تحاورناش. النقاش والحوار هو فيما بعد. هاك شفت قال مثلا درك راه من خلال النقاش اللي كنت تسمع فيه اذا كان كنت تبع فينا من البدايه توجهات مختلفه نلتقيو في حوار تجمعنا الجزائر. هذاك الحوار هو راهو فيما بعد راهو راح يدير تواصل بيناتنا الجزائريين، فيما بعد نوصلوا حنا الخطوط عارضة اللي فيما بعد حنا تدفع للتغيير. أما هو أنك أنت تدير نداء وهم راحين يخرجوا نهار الفلاني، تتنوض مجموعة من هي والجماعة الأخرى يقول لك لا لا، باسكو علاش ما عندهمش هما؟ كاين الناس اللي راهم دوك مثلا يشوف يقول لك باللي أنا شكون اللي راه فيها فلان. ها ومن بعد كاين الناس تحوس على الزعامة، كاين الناس تحوس على المشيخة، كاين الناس تحوس واش تدي. راهم صاروا دوك قال مثلا راه يروح ليهم نائب من البرلمان المنطقة معينة قال واش تعطي لي، يروح ليهم الوزير قال انا واش تعطي لي واش تمد لي. والمقابل هذ الناس اللي راهم يحوسوا على التغيير كاين منهم اللي راه يفكر هكذا. اذا كانت المبادرة هذيك راه فيها رئيس هو وزعيم اللهم بارك، اذا كانت مبادرة واحدة اخرى حتى اذا كان راه تخدم البلاد لكن ما راهيش راه تحقق هذيك الطموح نتاعو الشخصي لانه راه يحوس يتزعم والله يحوس كذا يجبد روحه منها. لذلك حنا هذا النقاش وهذا الحوار اول شيء حنا رانا رايحين نكسروا هذه الزعامات وهذه المشيخة اللي راهم يفرضوا فيها علينا على من خلال وسائل الاعلام، ونحاولوا ان نبرزوا طاقات جديده في كل المجالات، نعطيوا الفرصه للناس كلها على جال باش الناس تلتقي هذه الارادات وفيما بعد نمشيو للتغيير. فهمت؟ دوك راه قال مثلا مساله نتاع الانتخابات الرئاسيه كيفاش تروح ليها انت؟ هاي كيفاش تروح لها؟ لو كان ما يكونش هناك حوار وما تلتقيش الناس وما تكونش هناك ثقه يخرج لك شخص فيما بعد انت تروح معاه وراه وصل للرئاسه. ومن بعد نعاودوا نرجعوا للنقطه نتاع الامازيغيه اللي كنا احنا الان نتحدثوا عليها من خلال المداخله نتاع الاخ، ونرجعوا للمسائل واحده اخرى ونبقاو في هذه الحلقه المفرغه كل مره منين ما تجي فرصه نتاع تغيير احنا نضيعوها. نعاود نرجعك سمير المره هذه ما قدرتش تدخل. سمير المره هذه كاين مشكل، عاود ربما عاود ديكونيكتي وعاود دخل الفيسبوك، اغلق الصفحه نتاعك وعاود دخل الفيسبوك لانه ما قدرتش ندخلك المره هذه. ربي يبارك فيك الاخ فضيل. ياك تشوف
قال لك هذا بعد ما جاوبته قال لك اوكي جو سويت تو الموند بون اني جو فو لاس سي تان ديالوغ دو سورت فيف تمزغا اي فيف لو بوبل امازيغ. راك ماكش تحوس على الحوار نتايا، فهمت؟ انت راك تحوس على فكره، تحوس انت تمررها، ولكن ماكش تحترم في الاراء نتاع الناس الاخرين، فهمت؟ هاي المساله. وين راه الفرق بيني وبينك هو انه انا انت ماكش تحوس على التغيير، تراك واحد من الناس اللي حابين يفرضوا واقع، ولكن لا تؤمن بالتغيير ولا تؤمن بالنقاش لجل باش اللي يخدم الجزائريين. انا نحكي لك في موضوع تحوس على الراي نتاعي في القضيه نتاع الامازيغيه، لما الراي نتاعي ما حبش يمشي مع الاهواء نتاعك هاك تشوف رفضته ولا حوار تاع طرشان. تا واحد من الناس، فهمت؟ تا واحد من الناس اللي راهم يدفعوا لهذا الوضع هذا، توما من الناس اللي راكم تدفعوا على جال باش الجزائريين يضربوا مع بعضهم البعض. اخ سمير نفس الشيء، راني جربته ما كانش. المهم الاخوه والاخوات، اكتفي بهذا القدر، ربما ان شاء الله نلتقي في فرص واحده اخرى. الى ذلك الحين تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.